بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة لا صوت يعلو فوق خلال الساعات الماضية على منتخبنا أو مباراة منتخبنا الوطني الهامة جدا أمام المنتخب التونسي. إن شاء الله بكرة المباراة ستقام الساعة 5 بتوقيت القاهرة. مواجهة الحقيقة هنعتبرها مواجهة، أو مش هنعتبرها، هي مواجهة عربية بصيغة مصرية الحقيقة. ليه بقول إن هي بصيغة مصرية؟ الحقيقة لأن كل نجوم أو معظم نجوم المنتخبين معروفين هنا بالنسبة لنا لكل الجماهير المصرية. لما تيجي تتكلم كمان عن نجوم المنتخب التونسي هتلاقي نجم زي علي معلول، طبعا كل الأهلوية عارفين من هو علي معلول، كل مصر الحقيقة تعلم من هو علي معلول. ولكن للأسف بكرة هيبقى موقف صعب جدا، يعني هل هيلعب أساسا علي معلول ولا مش هيلعب، لأنه موقفه من المشاركة أساسا في مباراة منتخب تونس ومنتخبنا الوطني اللي هتقام بكرة الساعة 5، محدش عارف هل علي معلول سيكون لائقا طبيا وبدنيا لأن هو يلعب هذه المباراة. زي ما حضراتكم عارفين علي لو لعب هيلعب على ناحية الشمال، وهيكون أكرم غالبا أكرم توفيق هو اللي هيلعب ناحية اليمين، فبالتالي هتكون مواجهة تونسية مصرية أهلوية أهلوية ما بين علي معلول وما بين أكرم توفيق لو لعب بكرة علي معلول. كمان فرجاني ساسي الحقيقة لاعب نادي الزمالك السابق وسيف الجزيري لاعب نادي الزمالك الحالي، الاثنين الحقيقة برضو عارفين كويس جدا لعيبة نادي الزمالك. سيف الجزيري هو هداف البطولة حتى الآن، وسيف الجزيري هيلعب على الونش ستوبر نادي الزمالك، وهتبقى برضو مواجهة ما بين اثنين لاعبين في فريق واحد، سيف الجزيري كمهاجم تونس والونش مدافع المنتخب الوطني المصري. ايضا فرجاني ساسي عارف معظم المصريين او عارف معظم هؤلاء اللاعبين، لعب ضدهم كتير، وبالتالي هتبقى مباراه فيها طابع مباراه في مصر. كمان فخر الدين بن يوسف لعب في الاسماعيلي في السنوات السابقه ثم الان هو بيلعب في بيراميدز، وبالتالي هتحس ان انت في مباراة في الدوري المصري، ولكن هذه المباراة بتقام في قطر. هتلاقي منتخب تونس عايز يكسب هذه المباراة طبعا، بينظر الى لان هذه المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، عايز يكسب بهدف واثنين وثلاثة. ده المنتخب التونسي. ايضا المنتخب المصري لما تيجي تبص على المنتخب المصري والمنتخب المصري عايز ايه، يعني انا لو حضرتك مكان كيروش انا عايز اكمل بنفس الشكل اللي انا ماشي بيه، عايز اشوف ايه اللي بيحصل، عايز اوصل للمباراه النهائيه بدون ان انا ما اكون خسرت ولا مباراه، خصوصا ان كارلوس كيروش حقق خلال الفتره السابقه انطلاقه رائعه الحقيقه كمدير فني، كواحد من المديرين الفنيين اللي جم مصر، ومن ساعه ما جه حتى الان لسه مش عارفين. هو ما بقالوش على فكره اكتر من شهرين، ولكن بيحافظ على سجل منتخبنا الوطني خالي من الهزائم، زيه زي المنتخب الجزائري والمنتخب القطري. ده بالنسبة للمنتخبات اللي بتلعب في البطولة العربية. المنتخب التونسي لو حضرتك تتذكر مني بهزيمة من المنتخب السوري في دور المجموعات، كانت النتيجة كانت مفاجأة للجميع الحقيقة. يمكن من الأخبار المفرحة النهاردة تعافي محمد الشناوي من إصابة الإجهاد بالعضلة الخلفية، والنهاردة الحمد لله شارك في مران المنتخب كامل. كمان أيضا حمدي فتحي اللي تعافى أيضا من الإجهاد في العضلة الخلفية، كمان أحمد حجازي إن شاء الله يكون له دور بكرة مع بقية زملائه في المنتخب. وزي ما حضراتكم عارفين تأكد غياب طبعا النجم أيمن أشرف بسبب الإصابة بجزع في الركبة، وبيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في قطر. قبل بس ما اتكلم على هذه الأمور أو على بقية الكلام اللي أنا عايز أتكلمه مع حضراتكم بالنسبة لحمدي فتحي ومحمد الشناوي، زي ما حضراتكم سمعتوا الكلام امبارح أو أول امبارح في مكالمة الكابتن سيد عبد الحفيظ، في مكالمة كانت طويلة جدا هنا على شاشة قناة النادي الأهلي في بيتكم البيت الكبير، كلم الكابتن سيد عبد الحفيظ وقال إن كان هناك مكالمة طويلة ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي واللي شايفينه أمام حضراتكم كابتن وائل جمعة،
مدرب او مدير المنتخب. الحقيقه المكالمه اللي كانت بينهم كان هناك اتفاق على ان اللاعب اللي هيلعب مباراه مصر وتونس ان شاء الله، كان الكلام ده من يومين، اللاعب اللي هيلعب مباراه مصر وتونس هيكون لاعب مؤهل ان هو يلعب 100% مش 99%. يعني حضرتك لو لقيت الشناوي بكره تعرف ان الشناوي 100% موجود، لانه 100% مؤهل ان هو يلعب طبيا وبدنيا. نفس الكلام بالنسبه لحمدي فتحي، نفس الكلام بالنسبه لاحمد حجازي. وبالتالي ده الكلام اللي كان الكابتن سيد عبد الحفيظ بيطالب بيه الكابتن وائل جمعه الحقيقه اول امبارح. وفي نفس الوقت الكابتن وائل اكد على هذا الكلام وقال للكابتن سيد عبد الحفيظ انه لن يلعب غير اللاعب الجاهز 100%. فزي ما حضراتكم شايفين ده جزء من تمرين منتخبنا الوطني، زي ما احنا شايفين احمد حجازي هو موجود في التمرينه، ايضا حمدي فتحي ومحمد الشناوي هو بيتمرن مع الفريق. وبالتالي بكره هنشوف مين اللي هيكون متواجد مع القائمة الرئيسية اللي هتلعب بكرة، أو 11 اللي هيلعبوا بكرة في هذه المباراة الهامة جدا الحقيقة، مباراة مصرية تونسية بنعتبرها الحقيقة مصرية لأن التوانسة كلهم إخواتنا، وإحنا كلنا بنعتبر أن هذا البلد هو كلنا واحد الحقيقة، سواء المنتخب التونسي أو المنتخب المغربي أو المنتخب الجزائري، كل المنتخبات أو كل المنتخبات الخليجية، لأننا في الآخر زي ما حضراتكم شايفين كلنا قريبين من بعض، كلنا بنحاول ان احنا نكسب هذه البطوله جوه الملعب. ولكن تظل العلاقات المصريه العربيه الحقيقه زي ما حضراتكم عارفين هي علاقات رائعه جدا جدا جدا، وهي دايما اللي هتظل هذا بهذا الشكل. طيب خلينا كالعاده الحقيقه نروح لزميلنا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس الحقيقه المتواجد حاليا في العاصمه القطريه الدوحه، هنعرف منه اخر الاخبار الاستعدادات والكواليس المران الاخير النهارده لمنتخبنا، وكمان التشكيل المتوقع للمنتخب بكره ان شاء الله في مواجهته امام نسور قرطاج. عويس اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتن، الحمد لله النهارده اطمنا على محمد الشناوي، اطمنا على احمد حجازي، طمنا على حمدي فتحي، الثلاثة شاركوا في المران. الشناوي كان بيشارك في المران بقوة، هتلاقي لقطات موجودة، كور عرضية وبيصد وبيترمي وبيطير والحقيقة أنه أنا فضلت مستني لحد ما عمل التراي على الكرة العرضية ومشيت عشان أطمن. أنت عارف هو لينا ربع ساعة بس الفيفا بيسمح بيها مفتوحة في المران، فاطمنت في التراي اللي عمله الشناوي في العرضيه، والحمد لله هو جاهز ان شاء الله بكره. حمدي فتحي شارك في المران، احمد حجازي شارك في المران، والحقيقه المصاب الوحيد اللي هو حتى النهارده النادي الاهلي قال على حالته، قال الدكتور ابو عبله قال انه ايمن اشرف بيتابع التدريبات التاهيليه، الوحيد اللي ما شاركش في المران وكان لابس حذاء رياضي مش حذاء كوره وكان بعيد عن المران هو ايمن اشرف. الباقي اللاعبين الحمد لله شاركوا وجاهزين لمباراه بكره الحال اللي كلنا مستنيينها. طيب بفارغ الصبر ان شاء الله. قبل ما نتكلم عن مباراه بكره، لانه الحقيقه برضو كلام مهم جدا كان هناك زي ما قلت لك امبارح، ونفس السؤال هساله لك النهارده لانه سؤال مهم جدا ويهم كل المصريين وكل جمهور النادي الاهلي. اول امبارح في مكالمه خاصه الحقيقه ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، هنا كانت على في البيت الكبير مكالمه خاصه يعني لجمهور النادي الاهلي، كابتن سيد اتكلم ان هو اتكلم مع كابتن وائل جمعه على ان اللاعب اللي هيلعب ان شاء الله، او اكد الكابتن وائل جمعه على ان اللاعب اللي هيلعب ان شاء الله هيكون جاهز بنسبه 100%. هل نفهم من كده ان محمد الشناوي طالما موجود في تمرينه النهارده وحمدي فتحي طالما موجود في تمرينه النهارده، هل ده معناه ان هم جاهزين او لائقين من الناحيه الطبيه ومن الناحيه البدنيه لمباراه غدا 100%؟ لحد ما احنا خرجنا من التمرين حمدي فتحي واحمد حجازي، لانه الحراس المرمى كانوا بيتدربوا في مكان واللعيبه بيتدربوا في مكان تاني، حمدي فتحي واحمد حجازي بيتدربوا في مكان، بيتدربوا مع الفريق تدريب لحد ما احنا خرجنا، هم بيتدربوا تدريب بمنتهى القوه. محمد الشناوي مع الحضري بيتدرب في منتهى القوه، ومعاهم محمود جاد ومحمد صبحي. الثلاثه لحد ما خرجنا برضو، عشان لانه ممكن يكونوا بعد ما احنا خرجنا اللعيبه خرجت من التمرين، لكن لحد ما احنا خرجنا هم في المران وموجودين وبيتمرنوا بقوه. الحقيقه اعتقد انه المشهد اللي احنا شفناه
واللعيبه وهي بتتمرن لا جاهزين ان شاء الله وجاهزين للمشاركه في لقاء الغد. والحقيقه الثلاث عناصر اساسيه جدا كيروش ما بيقدرش يستغنى عنها في تشكيله، فاعتقد ان شاء الله الثلاثه موجودين باذن الله في مباراه الغد. طيب اذا لو تقدر تقول لنا من الاقرب لبدء هذه المباراه؟ محمد الشناوي، اكرم توفيق، الونش، احمد حجازي، وابو الفتوح، عمرو السوليه، وحمدي فتحي. تالت جنبه هيبقى تالت جنبهم احمد سيد زيزو او عمر كمال عبد الواحد، لسه اعتقد ان في مفاوضات. عمر كمال؟ اوكي. عمر كمال ممكن يلعب قدام اكرم. احمد رفعت ومروان ومصطفى فتحي. احمد رفعت. ده التشكيل الاقرب لبدء مباراه بكره ان شاء الله. الاقرب. ممكن بقى شريف، ممكن شريف يدخل في الشمال مكان رفعت، ممكن قفشه يدخل ثالث جنب السوليه وحمدي فتحي. اعتقد انه الاوراق بتقول كده، ولكن التركيبه الحته اللي هو السبعه اللي تحت دول يعني ممكن تغير اي اربعه قدام معاهم، انما السبعه اللي تحت خلاص هم دول مكملين مع كيروش باذن الله يعني، وهم سلام باذن الله لو قدر الله يعني، لو ربنا قدر اصابه حد فيهم ان شاء الله، لو ربنا ما قدرش لحد فيهم حاجه وحشه، هم مكملين مع كيروش لحد مباريات مارس في البلاي اوف ان شاء الله لكاس العالم بقى باذن الله. الجمهور اخباره ايه يا عويس؟ يعني اللي احنا عارفينه ان الجمهور المصري والجمهور التونسي الحقيقه ايضا مستنيين التذاكر، او الحقيقه اشتروا كل التذاكر اللي موجوده. اشتروا كل التذاكر اللي موجوده، وكانت في ازمه تذاكر لان انت عارف تونس صعدت قبلنا بيوم، فاشتروا جزء كبير من التذاكر لان التذاكر كانت مفتوحه على الموقع، فاشتروا جزء كبير من التذاكر. الجماهير المصريه النهارده بتدور وامبارح على تذاكر، وكانت في ازمه تذاكر كبيره، والجاليه المصريه طلعت استغاثه وبيان، او رابطه مشجعين منتخب مصر ورابطه مشجعين النادي الاهلي ورابطه مشجعين نادي الزمالك طلعوا بيان مشترك النهارده بيطالبوا فيه الفيفا بالعداله وتوفير عدد من التذاكر للجماهير المصريه. والحقيقه استاد 974 بيسع 40,000، اعتقد انه هيبقى مقفول يعني ممكن 40,000 وشويه كمان. مقفول، يبقى اذا من الواضح ان الجماهير التونسيه هتكون ازيد من الجماهير المصريه على الكلام اللي انت بتقوله. حسب الكلام اللي بيتقال ولكن اعتقد ان الجمهور المصري هيبقى موجود باذن الله برضو بقوه، واعتقد انه هيبقى في حلول في الوقت اللي جاي. والجماهير المصريه احنا في ماتش الاردن برضو كانت في حاجه غريبه جدا حصلت، التذاكر قالوا ان هي سولد اوت من بدري، وبعدين قبل المباراه بثلاث ساعات فتحوا الموقع للتذاكر انه كان في تذاكر متاحه، وزي ما احنا شفنا كان الاستاد قبل المباراه كلنا بنقول الاستاد سولد اوت التيكت، ولكن لقينا اماكن فاضيه كتير. نتمنى ده ما يحصلش في ماتش تونس، ولكن في الاخر الجمهور هيبقى موجود قليل، موجود كتير. جمهور مصر حتى لو 10,000 متفرج او 5,000 متفرج او 20,000 هو صوتهم طول الوقت بيبقى عالي ومسيطر على المدرجات. ولحد دلوقتي كل مبارياتنا في البطوله احنا الجمهور الاعلى كعبا والاكثر عددا والاكثر قوه من كل الجماهير. احنا لعبنا الجزائر، لعبنا الاردن، لعبنا لبنان، لعبنا السودان، كل المباريات احنا جمهورنا الاكثر، وان شاء الله بكره جمهورنا هيبقى الاكثر باذن الله. هل لعيبه المنتخب او الكلام اللي بيحصل ما بينكم كصحفيين قاعدين او مع البعثه الاعلاميه او مع المنتخب بالكامل، يعني هل في كلام عن امم افريقيا؟ هل في كلام عن ان هي ممكن زي ما بيتقال ان هي تتاجل، على الرغم مثلا يعني انت قلت لنا ان انت عندك معلومه ان هي ممكن تتاجل امبارح برضو بالليل؟ صحيح. طلع كلام من السفير المصري في الكاميرون وقال ان يعني لا، كل الاستعدادات قائمه وكل الدنيا تمام وكل الامور جيده جدا، اعتقد كان على المحور مع بركات قال هذا الكلام، وبالتالي ايه الموضوع؟ هل في كلام عن هذا الامر؟ هل ده بيشغل بال الناس؟ لا، الفريق منفصل تماما عن الكلام ده، الفرقه ما لهاش علاقه بالموضوع ده، لانه كيروش النهارده وعمرو السوليه في المؤتمر الصحفي قالوا ان هم بمناسبه الكلام على اللي هيلعب 100%، كارلوس كيروش اتسال النهارده السؤال ده وجاوب وقال انا ما عنديش لعيب شاكك في مشاركته هلعبه، وقال وضرب مثال بقفشه ان هو كان جاهز لمباراه الماضيه ولكن ما دفعش بيه من البدايه لانه كان قلقان عليه ودفع بيه لما المباراه شدت شويه وكان في نهايتها يعني. فهو جاوب على سؤال الاصابات، وجاوبوا على اسئله الناس ان هم مركزين في المباراه وبياخدوا مباراه تونسيه زي اي مباراه. عمرو السوليه الحقيقه اجاب اجابه رائعه حول انه حد ساله وقال له انه الفرق المنتخب التونسي متفوق تاريخيا على المنتخب المصري، قال له سيب التاريخ للتاريخ،
ونحن نصنع الواقع ونصنع الغد، ان المباراه ما فيش حاجه كره بتتحسمش بالتاريخ، كره بتتحسم بارض الملعب، واحنا جاهزين ان احنا نقدم مباراه رائعه والافضل يكسب. الحقيقه يوم بعد يوم عمرو السوليه بيقول ان هو بالفعل بقى قائد لمنتخب مصر. اما كاس الامم لا، ما اعتقدش ان هي بتشغل الفريق خالص، الفريق مركز في مباراه الغد ومهتم جدا بالوصول لنهائي البطوله العربيه، وبعد كده من يوم السبت هيبداوا لو ربنا كرم ولعبنا النهائي بعد يوم السبت هيبدا الجهاز الفني يفكر. وانا لسه بقول لك يا كابتن اسلام، شكوك كبيره جدا جدا حول اقامه كاس الامم. الفيفا مدي وعد للعيبه للفرق الاوروبيه انه لاعبتها مش هتنضم، في كلام كتير قوي، لانه مش الاهلي بس، تاني قلنا مش الاهلي بس اللي عنده مشكله، انديه كتير جدا عندها مشكله. تشيلسي اللي هيلعب عنده مشكله مع مندي، عنده مشكله مع حكيم زياش، في المونتيري المكسيكي عنده مشكله في اقامه المباريات بتاعته لان في تصفيات امريكا الشماليه. كل الانديه عندها مشاكل من اقامه البطولات في نفس التوقيت، ومن الفيفا اصر على اقامه البطوله في نفس التوقيت. اعتقد لحد دلوقتي الكاميرون عندها مشاكل كبيره جدا في تنظيم البطوله، الطرق مش موجوده، مش متاحه، التطمينات الطبيه لفيروس كورونا مش موجوده. في اجتماعات قريبه جدا للجنه الطوارئ في الكاف وهي اللي هتاخد القرار، وتاني محدش عارف ايه اللي بيحصل، لانه من يدير الاتحاد الافريقي هم مسؤول الفيفا وهم اصحاب القرار. رغم انه النهارده السكرتير العام للكاف قال ان البطوله هتقام في موعدها، وهو بيلف دلوقتي بيدي دعوات لرؤساء الجمهوريات في افريقيا لحضور حفل الافتتاح، ولكن انا بقول انه حسب معلوماتي انه في مشاكل كتير جدا في اقامه البطوله. أيوه. في التوقيت ده، والايام يعني خلاص، يعني خلال ايام الصوره تتضح. عموما نتمنى طبعا اللي يكون الدنيا تمشي بالطريقه اللي يتمناها الجميع الحقيقه، لانه بطوله امم افريقيا الحقيقه في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الازمات هنشوف ايه اللي هيحصل فيها، هل ستقام في موعدها ولا سيكون هناك ميعاد اخر او سيتم الغائها. يعني السيناريو ده انا هتكلم فيه في الجزء الثاني من هذه الحلقه. عويس انت مطمن بكره؟ انا عارف ان انت بيبقى ليك دايما وانت قاعد بتتفرج كده بتبقى شايف، انت مطمن بكره؟ فكرة وجود لعيبة توانسة كتير في منتخب تونس بيلعبوا معانا حافظيننا وحافظين ثغراتنا ده قلقني شوية. عمرو السولية جاوب على برضه على السؤال ده وقال لا، احنا بنلعب منتخب بطريقة لعب مختلفة، ولكن في الآخر هي لعيبة وفرديات، فكل واحد حافظ ايه الصح وايه الغلط. أتمنى إن لعيبتنا تقدر تقفل، وأتمنى إن احنا ربنا يكرمنا ونكسب، وإن شاء الله إن شاء الله أنا مطمن إن لعيبتنا هيقدوا ما عليهم في المباراة سواء كسبنا او ربنا قدر ان احنا ما كسبناش. ولكن الحقيقه وصول المنتخب المصري بمجموعه الجدد للمربع الذهبي اعتقد يا كابتن اسلام انه انجاز يحسب لهم بمجموعه اللعيبه الجديده جدا. طبعا احنا عندنا خبرات في المنتخب ولكن مع الوقت وقع مننا خبرات كتير، وقع مننا حجازي، وقع مننا ايمن اشرف، وقع مننا حمدي، وقع مننا اكرم في ماتشين. يعني اكرم توفيق افضل ظهير ايمن في افريقيا دلوقتي، ما لعبش ماتشين، ماتش عشان كيروش ريحه، والماتش الثاني ماتش الاردن لعب توقف عشان الانذارين. طبعا كل اللعيبه اللي عندها انذارات وقعت، بكره احنا داخلين خاليين تمام من الانذارات، ان شاء الله ما حدش يحصل له حاجه ويطرد، عشان تبقى المنتخب داخل ان شاء الله اللقاء النهائي بكامل نجومه باذن الله. على الجانب الاخر برضو احنا زي ما هم عارفيننا كويس جدا، احنا عارفينهم كويس جدا، يعني احنا عارفين برضو صحيح. المنتخب التونسي كيف يلعب، عارفين كل معظم اللعيبه، حتى اللعيبه اللي ما بنلعبهمش او اللي ما بيلعبوش معانا في الدوري المصري احنا بنلعب الترجي وبنلاعب صفاقسي وبنلاعب صحيح. فعارفين ان وهم معظمهم الحقيقه من المحليين، وبالتالي احنا كمان عارفين هو ايه اهم نقاط الضعف اللي موجوده في المنتخب التونسي من وجهه نظرك يا عويس. قلبي الدفاع، انت لو شفت ماتش عمان قلبين الدفاع اي كره بتروح عليهم بيتلخبطوا بيقعدوا يخبطوا في بعض، وعندهم مشاكل كتير في قلبي الدفاع. والحقيقه انا اتمنى ان كيروش بكره يدفع محمد شريف بتحركاته، هيعمل لهم ازعاج جدا بتحركاته لان هم بطاء جدا. طبعا وجود فرجاني ساسي لوحده وحاله البطء الشديده اللي هو عليها في البطوله دي واخطاء بالجمله لفرجاني في غياب محمد علي بن رمضان اللي هو الديفندر الابرز
والمنذ الكباير مدير منتخب مدير فني منتخب تونس بيبني عليه كتير قوي، دي نقط ضعف كبيره. الحراس الثلاث حراس الحقيقه ما شاء الله عليهم، لو وقفوا الثلاثه جنب بعض اي شوطه من بعيد هتدخل. فالحقيقه التسديد من الخارج مهم جدا. منتخب تونس دخل فيها كابتن اسلام في البطوله 4 اهداف منهم 3 من تسديدات من خارج ال 18، تسديدتين في مباراه سوريا وتسديده في مباراه عمان. فاي عمرو السوليه لو ظبط، حمدي فتحي لو ظبط، زيزو لو ظبط، اي لعيب لو ظبط وحط الكره بس بين الثلاث خشبات هتدخل. انا يعني ممكن اراهن عليها انه اي كره بين الثلاث خشبات هتدخل، لانه مستوى هم حتى الجماهير التونسيه والاعلاميين التونسيين اللي معانا في البطوله بيقولوا انه مركز حراسه المرمى في تونس بقاله فتره طويله جدا في مشاكل. وطبعا احنا شفنا مستوى فاروق بن مصطفى والحارس الثاني اللي لعب في المباراه الثانيه، الحقيقه مستواهم ضعيف جدا. نتمنى ان نستغل ده، لان احنا عندنا ان شاء الله على العكس تماما. هم يعني هم حتى بيقولوا احنا معانا محمد الشناوي مش هندور، يعني مش هنبص خالص للدفاع. فالحقيقه ربنا يحميه يا رب ويفضل في مستوى العالي. طيب على الجانب الاخر المنتخب التونسي بقى، طبعا الكل ينتظر، احنا شايفين هو التدريب وعلي بيجري، علي معلول، هل سيكون علي معلول بكره مع ال 11 اللي هيبداوا في هذه المباراه، ولا تفتكر ان صعب بعد غيابه تقريبا داخلين في شهر اهو ان هو يكون، او اقل من شهر بشويه، ان هو يكون يلعب او يبدا هذه المباراه صعبه، خصوصا اكرم كمان؟ واعتقد ان ما اعرفش يعني، انت برضو قول لي، المدير الفني للمنتخب التونسي اعتقد ان هو اتكلم مع علي في هذه النقطه، لانه اكيد عارف اكرم كويس وعارف قوه اكرم. فايه رايك؟ اعتقد انه حسب كلام الصحفيين التونسيين اللي معانا ان علي مش هيبدا بكره، انه مش جاهز، هو مجرد بس بيدخل التمرين كده عشان عارف انت اللي هو زي ما بيقولوا كارت ارهاب، يعني بيخبر ان معلول لازم يبقى موجود يعني مش... فمعلول لازم انما هو مش جاهز فنيا، مش جاهز. هم النهارده انضم لهم لاعب روبن كازا منتصر طلبي، انضم لهم هيلعب معاهم السيمي فاينال ومباراه السبت سواء كانت ثالث ورابع او نهائي. هم عندهم حنا بقى لعيب مانشستر يونايتد الفريق الشباب، ولكن لعيب كويس قوي. عندهم مسكني، عندهم جزيري، هي المجموعه اللي قدامهم هم دول اللي عندهم. فراس بالعربي مجموعه الحقيقه خطره قدام، ولكن هم لو بصيت كابتن اسلام، هو المنتخب التونسي ادى مباراه رائعه في البدايه امام منتخب الموريتاني اللي كان لسه ما لمش نفسه، وبعد كده خسر من منتخب سوريا 2-0 وكسب الامارات بالعافيه 1-0. منتخب الامارات قدم مباراه رائعه، وفي مباراه سلطنه عمان كسب 2-1 والهدفين احرزهم من كرات ثابته. فالحقيقه لازم ناخد بالنا من الموضوع ده. هم عندهم جزيري بيلعب بدماغه كويس، ولكن الونش قادر على ايقافه هو وحجازي، وعوده حجازي طبعا هتدي قوه. اعتقد ان احنا بالورقه والقلم احنا افضل بكتير، وحسب كلام الناس بقى كلها كل الاعلام هنا ان احنا عندنا مدير فني بيقدر انه يغير في اوراق المنتخب في خلال المباراه. هم الاعلام التونسي وكل الاعلام الموجود مش مقتنعين، حتى قبل المشاركه البطوله العربيه مش مقتنعين خالص بمنذ الكباير المدير الفني لمنتخب تونس. واعتقد ان ان شاء الله مباراه بكره ممكن تكتب نهايته مع منتخب تونس باذن الله، وان احنا نكسب ويخرجوا، لان هم مش مقتنعين. مهم نكسب وخلاص، مش مهم تاخد تبقى ان شاء الله تبقى نهايته. مش مهم، احنا مش عايزين حاجه عايزينه يكمل عشان لو لعبناهم في البلاي اوف كمان. زي الكابتن احمد مجاهد لما طلع قال لك احنا مش هنقول، انا مش عايز اعرف مين اللي بيعمل ايه، لكن انا عايز اعرف ان منتخبنا الوطني يصل لنهائي كاس امم افريقيا ويلعب ان شاء الله وبكل لعيبته، والاهلي يلعب بكل لعيبته، فيعني هو ده اللي يهمنا يعني. ليس كل ما يعرف يقال. هنخلي ليس كل ما يعرف يقال، بالفعل هي دي حقيقه، لكن في النهايه مش لازم نعرف، المهم ان احنا عارفين الحقيقتين اللي بالنسبه لنا مهمين جدا. منتخب مصر هيلعب نهائي ان شاء الله، يعني لو وصل نهائي يلعب بكل لعيبته، ونفس الكلام بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله. فنتمنى يا رب كل التوفيق يعني. اذا الكل مستعد بكره، حضراتكم مستعدين، الكل مستعد لمباراه بكره ان شاء الله يا عويس؟ ان شاء الله كلنا مستعدين ان شاء الله، يبقى حضور جماهيري كبير. مباراتين اصعب من بعض، مباراه المنتخب المصري هتبدا 5 بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت الدوحه، مباراه المنتخب القطري المنتخب الجزائري اللي بتحظى طبعا، لان قطر الدوله المنظمه بتحظى باهتمام جماهيري كبير جدا هنا في قطر. هتبدا الساعه 10 بتوقيت الدوحه، 9 بتوقيت القاهره، يعني على منتصف الليل هيكون اتحدد طرفي النهائي اللي هيلعبوا يوم السبت. مباراه المنتخب المصري هتلعب في استاد 974 راسب وعبود،
مباراه المنتخب القطري والمنتخب الجزائري هتلعب في استاد الصمامه، ومباراتي بقى يوم المباراه النهائيه ان شاء الله هتبقى في استاد الرائع استاد البيت، اللي هو الحقيقه استاد من الحاجات اللي تبسط يعني، وانت قاعد في استاد مكيف استاد مفتوح ومقفول يعني، حاجه لا حاجه عظيمه يعني. عموما كل التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله بكره بقى شويه يا رب ان شاء الله ربنا يكرمنا شويه احتفالات تتصور بقى وتتبعت كده عشان ايه؟ طبعا عشان الناس طبعاً اللي كل المصريين يفرحوا معانا هنا من خلال قناه الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله. احتفالات الجماهير المصريه ان شاء الله كلها بكره بقى هتلاقيها معاك على الهواء باذن الله يا كابتن. واحتفالات اللاعبين برضو يعني اللاعبين يا رب يا رب يعني ان شاء الله مقفول، بس نحاول نوصل لهم باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس من قطر. الحقيقه دايما بنحاول ننقل لحضراتكم ايه اللي بيحصل في كاس العرب في قطر، حاجه محترمه جدا وحاجه جميله جدا جدا جدا. وكالعاده نطلع نشوف راي حضراتكم، تقرير طبعا نشوف فيه راي حضراتكم من سيفوز غدا، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز، ونعرف راي حضراتكم من خلال هذا التقرير. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. ان شاء الله المنتخب هيكسب بكره. ان شاء الله مصر تفوز 2-1. 2-0 باذن الله لمصر. ان شاء الله نتوقع الفوز لمصر، بس هيكون 1-0، ماتش صعب يعني، مش بالسهوله اللي الناس متوقعاها يعني. ان شاء الله 2-0 للمنتخب، وحمدي فتحي هيحط جون ان شاء الله. 2-0 لمصر. 2-1 لمصر ان شاء الله. 3-1 للمنتخب ان شاء الله. 3-1 لمصر. ان شاء الله مصر هتفوز باذن الله، واملنا في ربنا كبير. ان شاء الله 2-1 لمصر باذن الله تعالى. ان شاء الله يعني هنفوز 2-1. والله هو الماتش بكره صعب جدا، بس ان شاء الله مصر تكسب 2 ان شاء الله. ان شاء الله نعمل اداء كويس، ان شاء الله اللعيبه قربت تحقق حلمها بالنسبه لنا وللعيبه نفسها. ان شاء الله يخلص 2-0 محمد شريف ومصطفى فتحي ان شاء الله. اولهم السليه حبيبي الاهلي كله، حسين فيصل ومحمد مجدي قفشه. نقول محمد شريف هيحط جون والسليه هيحط جون. ان شاء الله رب العالمين يكون مجدي قفشه، محمد شريف وقفشه، مصطفى فتحي وقفشه ان شاء الله، مصطفى فتحي وزيزو وحمدي، محمد شريف هدف وعمرو السليه الثاني، محمد شريف واحمد رفعت غالبا ان شاء الله يا رب يعني، محمد شريف ان شاء الله وقفشه باذن الله. ربنا يكرمنا بكره يا رب ان شاء الله، وكالعاده دايما هنكون مع حضراتكم ونقول لحضراتكم ايه اللي حصل يا رب، ربنا يكرمنا في مباراه بكره ان شاء الله. عايز اتكلم مع حضراتكم في بطوله كاس الامم الافريقيه، من المفترض ان مقرر اقامتها حتى الان وحتى هذه اللحظه ان شاء الله في يناير المقبل. كلام كتير في هذا الموضوع، هل البطوله هتتاجل؟ هل البطوله هتتلغي؟ الحقيقه لغايه اللحظه اللي انا بكلم فيها حضراتكم دي في حاله من الغموض الشديد، سيناريوهات كثيره جدا او عديده حول مصير هذه البطوله. قبل بس ما اتكلم على السيناريوهات اللي اقولها لحضراتكم، عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا جدا. النهارده تحديدا، النهارده الثلاث، كان من المفترض ان تعقد لجنه الطوارئ بالاتحاد الافريقي لكره القدم اجتماعها مع انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. ليه؟ لمناقشة الأزمات التي تواجه إقامة بطولة الأمم الإفريقية. وكان من المفترض أن الاجتماع ده النهاردة هيخرج منه القرار الخاص إما بتأجيل أو إلغاء أو لعب هذه البطولة، ولكن الاجتماع ده تأجل. تأجل ليه؟ بسبب طلب شخصي من رئيس الفيفا اللي قال أنا عايز أجل الاجتماع لغاية بداية الأسبوع اللي جاي بعد كأس النهائي كأس العرب، هنقعد يا يوم الحد أو الاثنين ناخد فيه القرار. ليه؟ محدش عارف. ليه رئيس الاتحاد الدولي طلب أن يؤجل الاجتماع حتى بداية أو بعد نهاية بطولة نهائي كأس العرب وبعد نهاية هذه البطولة؟ نقعد بقى ونتكلم لجنة الطوارئ في الاتحاد الأفريقي تقعد مع رئيس الاتحاد الدولي ويتكلموا في هذا الأمر، هل سيتم إلغاء هذه البطولة؟ هل سيتم
تأجيل هذه البطولة لشهر يناير. كل المؤشرات بتقول أو كل المؤشرات اللي جاية لنا من كل الناس القريبة من أصحاب القرار في أوروبا وفي كل في الفيفا كلهم بيقولوا لنا إن البطولة دي هتتأجل لشهر 6 كمان، لأنه محدش عايز يخش في خلافات مع الاتحاد الأوروبي. خد بال حضرتك، الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي أيضا عنده الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والدوري الألماني، كل الدوريات دي هتخسر لعيبة أفارقة كتيرة جدا بالنسبة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. ولو افتكروا كده كلام يورجن كلوب لما قلل، يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، قلل من أهمية بطولة كأس الأمم الأفريقية. كمان توخيل المدير الفني لتشيلسي برضو قلل من أهمية هذه البطولة. وبالتالي هل هناك توجه بتأجيل هذه البطولة؟ هل هناك توجه بإلغاء هذه البطولة؟ محدش عارف الحقيقة. ولكن خلينا أقول لحضراتكم السيناريوهات اللي من المفترض هتحصل أو واحد منهم هيحصل. السيناريو الأول هو التأجيل. التأجيل ده هيكون لغاية شهر يناير المقبل بدلا من شهر يونيو المقبل، أنا آسف، شهر 6 بدلا من يناير. ليه؟ هناك عدة أسباب يعني ممكن نتكلم فيها. أولا عدم الانتهاء بنسبة كبيرة من التجهيزات الخاصة بالبطولة من ملاعب وفنادق ومن فنادق إقامة، أيضا إلى جانب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية صعبة جدا في الكاميرون وعدم استقرار الحالة الطبية في الكاميرون، أيضا انسحاب الشركة مهمة جدا جدا دي، انسحاب الشركة السويسرية المنظمة والراعية لهذه البطولة بسبب خلافات مادية وتنظيمية مع كاف والاتحاد الكاميروني. المشكلة هنا في أن الكاميرون في شهر يونيو، الكاميرون حالته بتبقى عاملة ازاي في شهر يونيو؟ هو موسم هطول الأمطار الموسمية في شهر يونيو، عشان كده لازم الكاميرون تكون موافقة. مش هينفع يكون قرار إجباري، يعني مش هينفع أكون واخد القرار من هنا ولا من هنا وبقول للكاميرون هتعملي كده، ما ينفعش، لأن موسم سقوط الأمطار ده ليه إجراءات تانية يجب أن يتم اتخاذها. ده السيناريو الأول. أما السيناريو الثاني، إلغاء هذه البطولة من الأساس، إقامتها بقى في نسخة 2023 المقرر ليها أنها تكون في كوت ديفوار، وده برضو سيناريو مهم أو من السيناريوهات اللي موجودة. أيضا في اقتراح لكنه مش قوي جدا، هو إقامة هذه البطولة في موعدها في شهر يناير المقبل ولكن بمنتخب المحليين بدون اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، في ظل الضغط الكبير من الأندية الأوروبية على فيفا وكاف برفض انضمام لاعبين بداعي انتشار فيروس كورونا. طبعا هو بيقول لك بداعي انتشار فيروس كورونا، ولكن مش هو ده الأساس. الأساس ان انا عايز لعيبتي تلعب معايا. يعني تخيل حضرتك يورجن كلوب بيلعب من غير محمد صلاح ومن غير ماني، اكيد، ومن غير نابي كيت. عموما دي الثلاث سيناريوهات اللي امام حضراتكم، وانا وجهه نظري او يعني اللي احنا شايفينه واللي احنا شايفينه من كل المصادر اللي بتجيلنا هنا وفي اوروبا. الحقيقه لما بنسال الصحفيين في اوروبا يقول لك ان الاقرب هو تاجيل هذه البطوله لشهر 6. عموما هنستنى في خلال الاسبوع القادم، اعتقد هيبان ايه اللي هيحصل في هذه البطوله. انا حبيت بس اشرح لحضراتكم الصوره بشكل او باخر وكواليس ما يدور حاليا في الكاف والفيفا، الحقيقه وسط ترقب وانتظار طبعا من النادي الاهلي. النادي الاهلي امبارح شكر اتحاد كره القدم ورئيس اتحاد كره القدم على المجهودات اللي تم بذلها خلال الايام السابقه، لان الاتحاد رئيس الاتحاد المهندس احمد مجاهد طلع وقال ايه؟ قال لك الاهلي هيلعب مبارياته بكامل نجومه، والمنتخب سيلعب ان شاء الله اذا وصل الى المباراه النهائيه سيلعب بكامل نجومه. شكرا، شاكرين جدا 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 على هذا الكلام. نحن نتعامل مع الاتحاد المصري لكره القدم، ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنشوفه بقى خلال الايام القادمه. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن اخبار النادي الاهلي، اخبار البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بناء على رغبه بيتسو موسيماني لن يتم اذاعه المباراه الوديه غدا. دايما انا قلت لحضراتكم حتى قبل المباراه الوديه السابقه الحقيقه امام نادي طلائع الجيش،
دايما بيحصل ايه؟ بيبقى هناك تنسيق ما بين إدارة القناة وإدارة الكرة في النادي الأهلي، وبيتم الاتفاق، لأنه احنا في النهاية لازم علشان نذيع المباراة يجب أن يكون هناك اتفاق مع أو تنسيق مع إدارة الكرة في النادي الأهلي. وبالتالي تم التنسيق في المباراة السابقة أن احنا لن نذيع المباراة السابقة اللي هي مباراة طلائع الجيش والنادي الأهلي، المباراة الودية اللي كانت يوم السبت، وأيضا تم الاتفاق على أن احنا إن شاء الله هنسجل مباراة بكرة ونذيعها لحضراتكم ما بعد مباراة الرجاء إن شاء الله، بناء على قرار من بيتسو موسيماني اللي شايف ان لا وعايز يمكن يكون بكره ان شاء الله، لان المباراه هتتلعب في التتش فممكن كل حاجه تتقفل من كل النواحي، عايز يعمل نواحي تكتيكيه معينه نواحي. فبالتالي احنا كقناه النادي الاهلي سنلتزم باللي بيجي لنا دايما او بالتنسيق الدائم ما بيننا وما بين اداره الكره في النادي الاهلي. حبيت بس، وطبعا ده زي ما حضراتكم عارفين لانه ده في اطار حرص القناه طبعا على مصلحه النادي الاهلي ومصلحه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، حتى لو كان ده يكون جاي علينا شويه، لان احنا طبعا نتمنى ان كل جمهور النادي الاهلي يشوف المباراه من خلال قناه وقناه النادي الاهلي، ولكن في النهايه مصلحه النادي الاهلي ومصلحه الفريق هي اللي بتحتم علينا دايما ان احنا نلتزم بالتنسيق الدائم ما بين اداره القناه واداره الكره في النادي الاهلي. أخبارنا النهاردة الحقيقة الأهلي بيستأنف تدريباته بمحاضرة ومران بدني في الجيم. الفريق الأول استأنف مرانه اليوم ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية اللي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة. وبيتسو موسيماني عقد كالعادة الحقيقة محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، فيما خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية المكثفة في الجيم مع بداية المران. وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة ضمن فقرات المران التي حددها الجهاز الفني. النادي الأهلي سيواجه سموحة غدا في تمام الساعة 4 عصرا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الرجاء المغربي إن شاء الله يوم 22 ديسمبر في السوبر الإفريقي. بكرة إن شاء الله سيكون هناك مسحة طبية للاعبي الأهلي استعدادا للسوبر الإفريقي، ودكتور دكتور أحمد أبو عبلة بيكشف تطورات إصابة أيمن أشرف. دكتور أحمد عبلة طبيب الفريق قال أنه حرص على الاطمئنان على حالة أيمن أشرف مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب. أوضح أبو عبلة أيضا أن أيمن أشرف سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل غدا، بخوض تدريبات الجري حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيلي المحدد له من الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني. أشار أيضا أبو عبلة إلى أن أيمن أشرف حالته تحسنت، ومن ثم سيبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي والعلاج للتعافي من إصابة الركبة. دي كل أخبارنا فيما يخص النادي الأهلي، ولكن أيضا الكاف لبدر بنون مدافع دوري أبطال إفريقيا نسخة 19-20 مع الرجاء. نشرت الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف فيديو عبر موقع التواصل تويتر للمدافع المغربي بدر بنون خلال المشاركة مع فريقه السابق الرجاء المغربي في البطولة الإفريقية عام 19-20. جاء التعليق على الفيديو كالتالي: 7 مباريات، 3 أهداف، 2 شباك نظيفة، مدافع الأسبوع بدوري أبطال إفريقيا هو بدر بنون عن نسخة 2019-2020 مع الرجاء المغربي. الجهاز الفني للنادي الأهلي كان قد وافق بقيادة الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني على طلب المغربي بدر بنون مدافع الفريق بالبقاء في قطر وعدم العودة للقاهرة عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العرب بالخسارة من الجزائر بركلات الترجيح، لا سيما أن المارد الأحمر سوف يتوجه لقطر إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة لمواجهة الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي. يأتي هذا القرار منعا لإصابة بدر بنون بالإجهاد من جراء السفر والعودة لقطر مرة أخرى. الحقيقة دايما النادي الأهلي عندما ينظر إلى كل هذه الأمور ينظر
بمنتهى الاحترافية وبمنتهى الاحترام للاعب. اللاعب عايز ياخد أجازة واللاعب، ولكن دائما ما يكون هناك تنسيق. الكابتن سيد عبد الحفيظ دائما بيكون عنده تنسيق كامل وكبير مع كل اللاعبين للنادي الأهلي اللي بيكونوا موجودين مع المنتخب، والحقيقة الأمور ماشية على خير ما يرام. محمد صلاح والنني يحفزان المنتخب للفوز على تونس بكأس العرب. النجم الكبير محمد صلاح لاعب ليفربول، والنجم الكبير محمد النني مدافع وسط أرسنال الإنجليزي، وعملوا مكالمات هاتفية مع لاعبي المنتخب الوطني المتواجدين حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة من أجل تحفيزهم قبل ساعات قليلة من مباراتهم الهامة أمام المنتخب التونسي غدا في الدور نصف النهائي لكأس العرب. أكد صلاح والنني للاعبي الفراعنة أنهم يتابعوا مباريات المنتخب عن قرب، وفرحوا كثيرا بالمستوى الفني الذي ظهر عليه كل اللاعبين في المباريات الحاسمة، مطالبين وطلبهم بالضرورة الاستمرار في الانتصارات حتى الوصول لتحقيق البطولة التي أصبحت قريبة بعد الوصول للدور نصف النهائي. محمد صلاح الحقيقة واحد من اللاعبين الكبار، هو والنني الحقيقة اللي لهم دور كبير جدا مع منتخبنا القومي. لم يترشح أحد اليوم الأول لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، لم يترشح أحد. زي ما حضراتكم عارفين النهاردة هو فتح باب الترشح لاتحاد كرة القدم المصري، فتح باب الانتخابات سيكون لمدة أسبوع ينتهي في الأسبوع القادم. في حتى هذه اللحظة لم يتقدم، يستمر طبعا فتح باب الترشح حتى يوم الاثنين المقبل الساعة 4 عصرا، خلاص كله بيتقفل. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين هناك بعض الشروط التي يجب توفرها في المرشح لانتخابات اتحاد كرة القدم التي ستقام إن شاء الله يوم 5 يناير المقبل. ومن ضمن هذه الشروط أن يكون مواطنا مصريا يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، أن لا يقل عمره عن 50 عاما بالنسبة للرئيس وبقية اللي موجودين الحقيقة، أو بالنسبة للرئيس أن لا يقل عن 50 عاما. وبقى كلام كتير جدا فيما يخص هذا الأمر، ولكن في النهاية خلينا نشوف إيه اللي هيحصل في موضوع اتحاد كرة القدم. ولكن دائما ننتظر، لأنه في اليوم الأول وكل يوم هنقول لحضراتكم مين اللي تقدم أو مين الأسماء اللي تقدمت في الاتحاد. عندنا من النهاردة إن شاء الله لغاية يوم الاثنين القادم الساعة 4 عصرا، الساعة 4 عصرا هنشوف بقى إيه اللي هيحصل في هذا الأمر، ومن سيتقدم ليكون رئيسا ونائبا وأمين صندوق وبقية الأعضاء اللي موجودين لاتحاد كرة القدم المصري خلال الفترة القادمة. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل عندنا في الجزء الثاني من هذه الحلقة كريم سعيد وأحمد ثابت هيكونوا في ضيافة البيت الكبير، هنتكلم أكتر عن المنتخب الوطني المصري وكيف يستعد منتخبنا الوطني، أو كيف سيلعب منتخبنا الوطني غدا إن شاء الله أمام المنتخب التونسي، وكيف سيلعب أيضا المنتخب التونسي. وهيبقى في جزء عن النادي الأهلي كالعادة الحقيقة. ابعتوا لنا دايما على هاشتاج كريم أو كريم سعيد وأحمد ثابت في البيت الكبير، أو مع الشاطر كريم وكريم وثابت مع الشاطر. ابعتوا لنا كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها لكريم أو أحمد ثابت، ابعتوها لنا على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر. هنستنى كل أسئلة حضراتكم، وزي ما حضراتكم عارفين أنا دايما بخصص جزء ولو في آخر كل سيجمنت أو في آخر كل فقرة بنتكلم فيها، بيبقى دايما عندنا كلام أو بننتظر كل أسئلة حضراتكم عشان يجاوب عليها كريم سعيد وأحمد ثابت. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل في البيت الكبير كريم سعيد وأحمد ثابت. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ازيك يا إسلام؟ مبارك إيه؟ ألف مليون الحمد لله على السلامة. الله يسلمك وحشتوني. وحضرتك كمان. أسبوعين ما شفناش بعض. الحمد لله على السلامة. وبشكركم جدا الحقيقة على الكلام الكتير اللي دايما كنتوا بتكلموني في التليفون ودايما معايا، يعني شكرا جزيلا. الله يخليك. ايضا احمد ثابت، احمد معايا على طول بقى، احمد عشان دكتور اساسا فمعايا على طول. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله كويس. تمام الحمد لله على سلامه حضرتك الاول، ورجعت تاني نورت الشاشه. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. كريم، مباراه مهمه
طبعا. بكره ان شاء الله مباراه منتخبنا الوطني ومنتخب تونس، ولكن هل كنت تتوقع للبطوله العربيه الظهور بهذا الشكل وبهذا المستوى للكل الحقيقه بيتكلم عنه، سواء من ناحيه تنظيميه ملاعب نواحي فنيه؟ اعتقد ان البطوله انها تنظم تحت رعايه الفيفا وتحت مظله الاتحاد الدولي، هو ده اللي خلاها تنظيميا واخراجيا والشكل اللي احنا شفناه ده يخرج بشكل مشابه لنحن بنتفرج على المونديال. يعني بصراحه بطوله العرب السنه دي فعلا يعني كل حاجه اداريه، كل حاجه تقنيه، بعيدا حتى عن الفنيات، برضو في منتخبات كتيره ما راحتش بالمنتخب الاول وبالتالي ما ظهروش بالاسم اللي يعني المفروض يظهروا بيه، زي مثلا المنتخب السعودي فضل ايرفينار، فضل ان هو يروح بالمنتخب الاولمبي والجهاز الفني مختلف، ما راحش يعني قال لك لا انا مش عايز يعني. برضو منتخب مغربي راح المنتخب المحليين، هو المفروض يعني تقريبا الايه الصف الثالث مش الثاني حتى، منتخب محليين في المغرب طبعا منتخب مغربي كم المحترفين في قائمه المغرب يعني تفوق ال 14 لعيب يعني، لكن فنيا اللي مدي حماس بقى للشكل ده ان البطوله ما بين منتخبات عربيه، فكل الدربيات دربيات عربيه او دربيات منتخبات عربيه افريقيه منتخبات عربيه اسيويه، فده مدي للبطوله طبعا الحضور الجماهيري وكل فريق طبعا جاي مع جمهوره. شفنا حتى مباراه تونس وسوريا كانت واحده من احلى المباريات اللي اتفرجت عليها، كانت يعني اعتقد دي المباراه الوحيده للمنتخب عربي اسيوي تفوق على منتخب عربي افريقي، فهو ده الشكل. لكن اكيد الاساس عندي ان بطوله من تنظيم الاتحاد الدولي، فده اداها شكل واداها رونق مختلف عن اي بطولات عربيه سابقه سواء للمنتخبات او حتى للانديه. هو للدرجات دي الموضوع ده بيفرق، ان مجرد ان انت تحط اسم الفيفا في الموضوع هو بيفرق للدرجات دي يا احمد؟ بيفرق طبعا، ان انت عندك امكانيات جامده في كل حاجه، يعني امكانيات قويه جدا سواء على مستوى احنا شايفين الحضور الجماهيري ممتاز جدا، الاستادات، التنظيم الرائع. الحاجه الاهم بقى التحكيم، شوف الفرق ما بين التحكيم هنا والتحكيم في الدوري المصري، يعني الناس نسيت بقى ما تقولش كده، الدوري المصري الحكام على اعلى مستوى برضه، اعلى مستوى لا بس في اخطاء تحكيميه للامانه. احنا بنشوف نفس اللعبه يا كابتن اسلام، نفس اللعبه اللي بتحصل في الدوري المصري، سبحان الله سبحان الله ان هي بتتكرر في بطوله كاس العرب. سبحان الله، يعني نفس اللعبه في كل حاجه، يعني مثلا لعبه ايمن اشرف، الهدف بتاع ايمن اشرف في البنك الاهلي اللي هو نط، نفس اللعبه اتكررت في مباراه قطر واتحسبت جول، اتحسبت جول عندنا يعني لا ما اتحسبتش جول، يعني هي اللعبه اهي ده نفس اللعبه، يعني في مباراه ايمن اشرف في البنك الاهلي واللعبه في مباراه قطر اتحسب نفس اللعبه. ايه الفرق ما بين التحكيم ده في وجود الفار والتحكيم المصري؟ ده السؤال اللي لازم نطرحه. ايه الفرق؟ الامكانيات طبعا وكل حاجه، ولكن ما انت برضو بتشوف الصوره، يعني ناف بتروح للفار وبتشوف الصوره وبتشوف نفس الشكل، ايه الفرق؟ هات برضو اللعبه الثانيه، في اكتر من لعبه، يعني احنا جايبين كذا لعبه. دي بص حضرتك، ده ماتش الزمالك وسيراميكا طبعا ضربه الجزاء الشهيره اللي الناس نسيتها بقى عشان بطوله كاس العرب، نفس اللعبه برضو في مباراه قطر كانت شده، ده شده خفيفه خالص والحكم راح وحسبها، هنا بقى الشده كان في شده وفي دفعه من حمزه المسلوسي وما اتحسبتش. طب ده المشكله ان كمان ما بيروحش للفار، يعني انا مش عارف بصراحه. لا ومش سامعين كمان اي اعتراضات ولا اي حاجه بتحصل في، يعني الناس كلها بالعكس مبسوطه بمستوى التحكيم، يعني انا ما سمعتش، لو انتوا سمعتوا قولوا لي برضو مستوى التحكيم، قول لي قول لي دي كمان لعبه نفس اللعبه، كره هنا عدت الخط، يمكن بتاعتنا معديه الخط اكتر في مباراه الاهلي، لا لا هنا في صفاره، هنا في تكنولوجيا، ومباراه بايرن ميونخ في اللي هي الاخيره بايرن ميونخ وبرشلونه نفس اللعبه، مباراه الاهلي وطلع الجيش وبرضو اتحسب، ايه الفرق؟ السؤال يعني كابتن، هل في الفتره دي حصل معسكرات للحكام وحصل تطوير ومراجعه للاخطاء دي، ولا بيحصل ايه في الفتره الحقيقة دي؟ الحقيقه والله انا مطمن، لان الكابتن عصام بقاله بتاع 4 5 6 7 ايام او اسبوع 10 ايام ما بيقولش تصريحات، فانا ده كويس، لان هو الحقيقه الفتره ما قبل الفتره اللي فاتت كان كل يوم صبح وظهر وبالليل تصريحات، فيمكن دلوقتي يكون مركز مش كابتن عصام، كل لجنه التحكيم يعني. بس ليه ما فيش حكم مصري في البطوله؟ ليه ما فيش حكم مصري مثلا بيحكم في نهائي دوري ابطال افريقيا او مثلا نص نهائي، عشان طبعا النادي الاهلي بيبقى موجود، فانت على الاقل نص نهائي، ليه ما فيش في كاس الامم الافريقيه؟ ده السؤال، يعني ده السؤال، ليه التحكيم المصري؟ احنا طبعا بندعم الحكام، ويعني انا واحد من الناس اللي بتحب الحكم محمود البنا جدا كحكم، بستمتع بيه، ولكن احنا بندعم الحكام، ولكن لازم احنا كلنا نقف ونحاول نطور الفتره الجايه، نشوف الاخطاء دي. احنا شفنا المقارنه، لو بص حضرتك الناس مش حاسه بالتحكيم خالص في مباراه مصر، كل مباريات مصر في البطوله
صراحة التحكيم بتبقى واثق ان القرار 100% صح، مفيش حد بيعترض. فكرة اللي هي فكرة التحكيم اللي في القنوات تحس ان هي قيمتها قلت شوية او مش موجودة، عكس في الدوري المصري هنا بتلاقيها رقم واحد في المشاهدات. صح. ليه؟ يعني عندنا فعلا في القناه هنا بتلاقي الموضوع بعد الاستوديو التحليلي كابتن ناصر قال لا ده الحكم الايراني طبعا اللي هيحكم مباراه مصر وتونس ان شاء الله. هقول لكم اسمه ايه دلوقتي، هقول لكم يعني تمام. فالحقيقه برضو اعتقد ان الامور يا رب مش عارف في حاجه تانية برضو يعني خلينا ماشيين يعني عشان التحكيم ده اصله يعني ما هو الواحد لما بيتفرج وبيبص على جمال البطوله تحس ان التحكيم هناك مختلف تماما يا كريم، يعني التحكيم تحس ان انت مستمتع بالتحكيم. إيه الحكم وهو رايح للفار يبص تحس يعني ضربه الجزاء بتاعت زيزو اللي هي اتلغت. الحكم طبعا اسمه علي رضا يعني احنا بنتكلم هو علي رضا افغاني، فهو حكم ايراني سيقود مباراه منتخبنا الوطني امام منتخب تونس. يعني ضربه الجزاء بتاعت زيزو اي لمسه يد على المهاجم داخل منطقه الجزاء تحتسب هاند بول، ده القانون الجديد. فانت بتشوف القانون يعني سرعته وجماله يعني بصراحه. فكره ان الفرقتين في اي مباراه في البطوله محترمين الحكم وطاقم التحكيم وكمان طاقم التحكيم بينفذ القانون فعلا. نظر على فكرة يعني كل ما هو ده اللي احنا بس هو ليه بالظبط لان هو ليه بيحترمه ليه بقى يا كابتن ايمن عشان بينفذ لا وعشان حاجه ثانيه اتفضل عشان هو كمان خارج اطار النقد. بمعنى ايه؟ عشان انا بتكلم بكلام واضح، حكم مش عربي، حكم مش من نفس القاره، حكم اجنبي. فلما الواحد طالب برئاسة لجنة حكام أجنبي وتقال أصل مش عارف إيه ولا وترد رد ردود للأمانة ليس لها محل من الأعراب من كابتن عصام فتاح، أهو ببساطة بص حتى كابتن عصام فتاح لما طلع استشهد وقال أصل أنا بعت اللعبة بتاعت سيراميكا اللي هو خلي بالك كابتن إسلام قال جملة حلوة قوي، قال كابتن عصام بقاله فترة يعني ما بيقولش أي تصريحات ما عشان هو أنهى تصريحاته تصريح كارثي لما قال كرة سيراميكا كليوباترا دي الكرة اللي قدامنا دي الراجل هو هيقلع التيشيرت ده والله ما فكره اهلي او زمالك والله الفكره فكره الصوره اللي قدامنا ليه فعلا احنا في كاس العرب الدنيا حلوه عشان الناس محترمه الحكام والحكام فعلا بيطبقوا القانون. ماتش سوريا وتونس المنتخب التونسي في نهايه الشوط الاول مطرود للعيب بكوره انا في وجهه نظري لو هنا اهو في مصر محمد علي بن رمضان لا مش هتعدي مش سيبك من كده سيبك من كده كمان افتكر مباراه مصر والسودان لا ما فيش احتواء 3-0 والدنيا أيوة تمام حكم عادل واثنين طرد اثنين طرد في الدقيقه 60 في الشوط الاول على ما اتذكر الدقيقه 52 الدقيقه 52 طلع الراجل الكارت الاحمر عادي جدا مين اللي جابه يا كابتن بقى الفار قال له اللعبه ان اللي انت ما شفتهاش في احتماليه ان يكون فيها على فكره بعيدا عن التريقه وان بجد والله انا دايما زي ما احمد بيقول كده الواحد بيقعد يفكر هو ليه ما بنشوفش كده في الدوري المصري وليه احنا عندنا على فكره عشان تبقوا حضراتكم عارفين عندنا كابتن عصام والمجموعه اللي معاه كلها ناس على اعلى مستوى وده بنشوفه دايما لكن هو ليه ما بيحصلش كده في الملعب؟ لماذا لا يتم تطبيق مثل هذه الامور؟ يعني دايما لما حبينا في الاخراج التلفزيوني مثلا عندنا افضل مخرجين كنا بنقول كده خلال الفترات اللي فاتت اول ما الدنيا اتظبطت واتعملت حاجات معينه بقى الاخراج بالشكل اللي احنا بنشوفه في الدوري المصري الناس كلها سقفت صح؟ ليه؟ معناه ان انت عندك امكانيات كبيره جدا امكانيات بشريه كبيره جدا في التلفزيون المصري وفي كذا وفي كذا لكن على الجانب الاخر انا متاكد ان احنا في الحكام تحديدا عندنا ولكن لماذا لا يتغير الوضع في الحكام الوضع من سيء الى مش هقول أسوأ ولكن على الاقل ما بيتطورش بشكل واضح للناس هنا الحكام بصراحه لها حسابات يعني مثلا الاهلي والزمالك المباراه 3-0 او 4-0 وبطبق قال لك روح القانون ايه روح القانون دي لا ايه روح القانون وايه الاحتواء في حاجه اسمها روح القانون لكن مفيش حاجه اسمها احتواء مفيش لا احتواء ايه احتواء ان انا هحتوي لعيبه عشان طب ما مباراه مصر والسودان مطرود منهم اثنين ومصر كسبانه 3 ومفيش احتواء ولا سمعنا الكلام ده والحكم بيدي فاولات وبيدي كارتين حمر ولا والكلام ده مش موجود طب ايه الفرق يا جماعه يعني ايه الفرق فاحنا بنقول الكلام ده برضو النادي الاهلي متصدر الدوري النادي الاهلي هو 6 فوز من 6 مباريات فانت بتناقش مشكله او بتناقش قضيه موجوده في الفتره الحاليه محتاجه تطوير ليه لان انت ممكن بدل ما تخلص الدوري من بعد الدور الاول مثلا باسبوعين ثلاثه انت كده بتاجل لي ان انا اخلص احسم الدوري ان شاء الله يعني تاجله قبلها بخمس اربع اسابيع طب ليه تعمل منافسه للاخر طالما النادي الاهلي ماشي بشكل كويس وممكن يحسمها من بدري هو ده كريم اللي احنا عايزين دايما نشوفه اتمنى ان يكون هناك تطوير يا رب بقالنا فتره اعتقد احنا كام داخلين في 20 يوم
او اقل شويه اقل شويه يمكن كتحكيم لا يعني بعيدا عن المباريات لا يعني بطوله كاس العالم اعتقد لو احنا فعلا عايزين نستقي منها بعض الامور اللي تفيدنا تاني والله بجد والله تاني هو الدوري واقف وما بنلعبش كوره محليه بقالنا فتره تاني التحكيم محتاج نفس ببساطه نفس اللي حصل في الدوري السعودي ونفس اللي بيحصل في كاس العرب ندي الاداره لاداره اجنبيه الجميع ينظر لها بنظره كلها شفافيه وبكلها حياد وبكلها يعني ما فيش احتواء ناس جايه تطبق القانون هنشوف نتيجه مختلفه لكن احنا بنعمل نفس التصرفات وبنعمل نفس القرارات للدرجه ان رئيس لجنه الحكام بيطلع بنفسه يعقب على الالعاب التحكيميه وكاننا هنسمع ان مثلا راي الكابتن عصام فتاح هو راي طب الكابتن عصام فتاح نفسه بيختلف رايه بيطلع مخالف لزملائه المعتزلين يعني بنشوف الكابتن عصام فتاح رايه مختلف مثلا عن الكابتن سمير عثمان مثلا يعني طب احنا نصدق اني هل وجود الكابتن عصام فتاح كرئيس لجنه الحكام بيديه الاحقيه والافضليه ان رايه يبقى صح لا طيب الكابتن عصام فتاح عشان لما جه في لحظه كان فعلا فيها ضغط كبير في اللعبه بتاعت سيراميكا قال لك انا سالت حكم اجنبي في الفيفا وما قالناش اسمه عمل برضه زي كابتن احمد مجاهد لما قال لك برضه ليس كل ما لا بس ماشي كابتن احمد مجاهد على الاقل لا على كابتن احمد مجاهد في الاخر هو انا كاهلاوي كمصري اهلاوي ما عندي انا مبسوط ان في مصر يوصل نهائي ويلعب والاهلي مبسوط فانا مبسوط انا بس عايزين نشوف احنا نفسنا ناخد ستيب فورورد يا كابتن عايزين ناخد خطوه للامام بجد ما نقعدش نلف نفس الدايره عشان نخرج والله افتكر اهو عشان نخرج من دايره التحكيم في مصر لازم نعمل زي ما الدوري السعودي اهو بقول الدوري السعودي عشان ما حدش يقول لنا اصل لو انتوا بتطالبوا ايه؟ لو انتوا طالبتوا برئيس لجنه حكام اجنبي يبقى انتوا ما بتحبوش مصر، طب ما هو مدير فني لمنتخب مصر برتغالي، اشمعنى؟ ليه لعيبه مصر؟ كل امانه هو عشان نطلع من التوبيك ده، ليه لعيب منتخب مصر قدموا هذا الاداء الحماسي الاكثر من رائع في ماتش الجزائر اداء احنا ما شفناهوش انا الامانه من الناحيه الحماسيه من طبعا من ايام منتخب كابتن حسن شحاته، ليه؟ من كل امانه عشان في جهاز فني بره هم مسلمين له تمام جهاز الكابتن حسام البدري كان في مشاكل واضحه جدا فعشان نبقى احنا نقول للساده المشاهدين واحنا حتى لمحبين الكوره وعلى فكره ده برضو يا كريم معلش عشان انا برضو اخد الطرف الثاني الكابتن عصام واحد من الشخصيات المحترمه جدا مش حاجه والله كيف يعني شخصي احنا بنتكلم في الشغل بالظبط ولكن هناك بعض الاخطاء يعني ما عنديش مشكله ان الكابتن عصام لا الامور الشخصيه احنا ما عنديش مشكله ان الكابتن عصام على الرغم ان هو رئيس لجنة الحكام ولكن يسافر مع كرئيس بعثة منتخبنا الوطني للشباب ما عنديش مشكلة ان هو يطلع برضو علشان كاس العالم او رغم يعني انه غلط فينا نعم رغم ان هو غلط فينا في كل انتقاده غلط شخصي كابتن عصام فتاح في رده على الانتقاد المهني لكل من حقي انا انتقد مهني طبعا انا من حقي اقول كابتن عصام فتاح اراءه التحكيمية مش عجباني طبعا هل انا قلت كابتن عصام فتاح شخصا مش عاجبني لا انا قلت اراء الكابتن عصام فتاح وادارته للجنه الحكام في اتحاد الكوره مش عجباني ده وجهه نظري هو ردوده على كل ما انتقدوه كان رد سيء كان رد سيء جدا ورد يمس الامور الشخصيه بالظبط زي ما حصل مع اعتقد مدير الكوره في نادي سيراميكا اللي برضه طالب بنفس الطلب اللي انا طلبته وطلع الكابتن عصام فتاح وغلط فيه شخصا وقال ان هو اعتقد قال اللي بيقولوا كده ما بيفهموش ومش وطنيين وما بيحبوش مصر ايه مش بيتمنوا الخير للبلد ايه الكلام ده فانا مش معلش خلينا لا ننتقد الكلام الشخصي احنا بننتقد الكابتن عصام بيقول ولكن اذا كنت عايز تنتقد ناحيه مهنيه مهني احنا دايما بنتكلم دايما في النواحي المهنيه هنا نعم. وده اللي احنا متعودين هو كابتن عصام يمكن بعد كده يحس ان هو غلط ويقول ان انا غلطت لكن في النهايه ما عنديش مشكله ان هو يقول او ما يقولش او ما عنديش اي مشكله انا كل مشكلتي الوحيده ان انا اشوف مباراه طرفها الاهلي كمان عشان ما حدش يقول لي انت بتتكلم على حاجه تانية ولا كذا انا نعم. اتمنى ان انا اشوف مباراه طرفها الاهلي ما بقاش فيها اخطاء تطلعوا حضراتكم كمحللين في قناه النادي الاهلي يطلع الكابتن ناصر عباس كمحلل في قناه النادي الاهلي يقول لك يا جماعه الحكم النهارده يستاهل 10 من 10 ولا قدر الله الاهلي يكون متعادل او داخل فيه جون او كذا او كذا صحيح صحيح نفسي صحيح. ده يحصل ده ماتشات كاس العرب مفيش مره حصلت لغايه ده ماتشات كاس العرب حضرتك خدت بالك كمان ماتشات صعبه
صعبه جدا وفيها حالات تحكيميه صعبه جدا. ماتشات صعبه. نعم في حضور جماهيري وضغط جماهيري كمان. لا كمان الحالات التحكيميه صعبه. اول الحالات طبعا صعبه بالك يعني الحاله بتاعت اللي زي ايمن اشرف دي وبتاع قطر هي كانت سنتي على بتاعت قطر. لا بس بتاع قطر ده تكنولوجيا اكتر منها اللي هي الكره اللي دخلت الساعه اللي هي بتاعت الجزاء اللاين الجون لاين سيستم غلط في الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت. فممكن يعني في نسبه خطا ولكن اللي عايز اقول لك يا اسلام بعدين برضو كان بياخدوا الاختبارات دي بهدوء وبيروح للفار بتحس ان هو رايح خلي بالك كمان برضو دي حاجه ما اعرفش برضو احنا بنتكلم الناس بتروح للفار ما بتاخدش مثلا 10 دقائق او 8 ثواني بالظبط وتلاقي كده ايه 7 8 ثواني 10 ثواني دقيقه بالكثير ويرجع ياخد تقريبا القرار. الحكم اللي بيبقى في الفار بيجيب له القرار يقول له تعالى هاند بول يعني مثلا لعبه زيزو قال له لمسه يد على المهاجم تعالى هي بنالتي بس لمسه يد لمسه يد تعالى هوريها لك ورا له لمسه اليد حسبها لغى البلانتي على طول فدي يعني عارف اللي هو بقول يا جماعه الله هو احنا الفار بتاعنا لا هنا 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 يقول لك انا تلاقي الحكم يقوم جاي واقف ايوه وحاطط كده ايده في وسطه والله العظيم ويفضل واقف قدام البتاع كده بتاع 10 دقائق طب ليه؟ ما انا مش فاهم ليه ال 10 دقائق وليه بيقف وليه بيعمل وكنت طول الوقت لا ممكن يكون على فكره ممكن يكون بيتثبت من الموضوع او ما اعرفش يعني مش بتريق والله لكن انا بشوف ان هنا لا بالكتير قوي احسبها شوفوا افتكروا كده تعالى نتفرج على الماتشات اللي فاتت هتلاقي لا ده بالكتير قوي قوي 10 ثواني يعني يا عم دقيقه 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 يا سيدي دقيقه احنا عندنا مفيش حاجه طبيعيه دقيقه لا 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 في لا لا الحكم لا اعتقد في ماتش مصر الاخير كان في كوره خدت دقيقه لكن احنا عندنا انا بشوف اربع وخمس وست دقائق غريبه جدا ما اعرفش اتمنى ان الكابتن عصام يستطيع الحقيقه ويعني ما اتمنى ان برضو الكابتن عصام ما يهددناش بان احنا برضو ايه ان هو عايز يستقيل يعني ما برضو استقاله الكابتن عصام اتمنى برضو ان هو يكمل وكل حاجه ولكن نحتاج ان احنا نشوف تطوير للحكام احنا مش عايزين اي حاجه خالص والله كابتن عصام راجل جميل جدا كشخص يعني بعيدا عن رئاسه لجنه الحكام هو راجل في منتهى الاحترام والادب والاخلاق وحاجه كده يعني تحب تقعد وتتكلم معاه ولكن لما بنيجي ننتقد بنقول انتقاد مهني اكتر منه حاجه شخصيه منتخب مصر ومنتخب تونس بكره مباراه صعبه جدا طبعا يعني علي معلول لو لعب لانه بنسبه كبيره جدا تقترب من 90% مش هيبدا المباراه بكره 90% لو لعب برضو هيلعب على اكرم توفيق الناحيه الثانيه الجانب الاخر هتلاقي سيف الجزيري معاه بيلعب على الونش فرجاني ساسي لعب في الزمالك 3 4 سنين ولا سنتين نعم. 3 فبالتالي عارف كل اللاعبين عارف كل الطرق اللي بيلعب بيها اللاعب المصري وكل حاجه شايف المباراه ازاي يا احمد لا مباراه صعبه مباراه بكره مباراه صعبه لسبب كمان ان تونس اول مره تكتمل صفوفها من بدايه البطوله مظبوط. بمعنى ايه ان بكره في مدافع يمكن الاعلام عندنا ما اتكلمش عنه منتصر الطلبي منتصر الطلبي بيلعب في روبن كازان الروسي تم استدعائه هو اصلا كان موجود في القائمه وبكره هينضم يعني بكره هتلاقيه في التشكيل الاساسي يعني ده في التشكيل الاساسي منتصر الطلبي المدافع ده هيزود لهم هم الاول برضو عشان الناس تكون فاهمه كانوا بيلعبوا 3 4 3 عانوا من بعض المشاكل الدفاعيه فبدا منذر الكباير المدرب بتاعهم يحولها ل 4 2 3 1 فبكره اول مره علي معلول بقى جاهز منتصر الطلبي المساك راجع مين كمان محمد علي بن رمضان كان مطرود وراجع بكره كان واخد ايقاف ماتشين وراجع عندك الشخاوي ياسين الشخاوي المهاجم كان مصاب ورجع فالاول مره منتخب تونس يكون مكتمل بكره يعني يكون مكتمل وتقريبا هم حوالي 70% من المنتخب الاساسي بتاعهم يعني هو الفرق بس الياس سخيري هيرجع ادي التشكيل يعني ده التشكيل الاقرب بكره ده التشكيل المتوقع بتاعهم في حراسه المرمى طبعا معز حسن ياسين مرياح ومنتصر الطلبي محمد امين بن حميده او علي معلول ممكن علي معلول يكون مفاجاه بكره ويبدا بيه لان هو طبعاً الراجل طبعاً بيحبه يعني ولكن احنا بنتكلم على ان 80 90% صعب عشان مش جاهز قوي يعني او لسه راجع بيقول لك برده بعيد قوي بقاله شهر احنا نتمنى ان هو ما يلعبش لسببين اول سبب ان هو يكون جاهز للاهلي ما يتصابش الحاجه الثانيه طبعا عشان خطورته يعني محمد دراجر يعني طبعا ده واحد من الباكات اليمين كويسين جدا هنا بعل المجبري ده صانع العاب مانشستر يونايتد ارتكاز وصانع العاب يعني ونعيم السليتي جناح يمين ويوسف المساكني وسيف الجزيري ده التشكيل الاقرب بكره ممكن يخش جلان الشعلالي مكان واحد من الارتكاز ولكن ده بنسبه 99% قد يكون تشكيل منتخب تونس بكره يعني.
عايز بس اتكلم على عمرو السولية. حنا بقى لل المجبري. ماشي. عايز بس اتكلم على عمرو السولية. عمرو السولية لازم ادي له حقه بصراحه. عمرو السولية طيب لما نيجي نتكلم عن المنتخب الوطني عمرو السولية الحقيقه بيستحق كل طبعا التحيه في كل شيء. بس اتطور جامد قوي. عمرو السولية شخصيته تحس ان هو مدير فني في ارض الملعب. يعني مدير فني فعلا في ارض الملعب قائد. عمرو السولية كانوا زمان يقولوا عليه اصل هو ما بيظهرش في الماتشات الكبيره. ده بقى كابتن منتخب مصر وبقى في كل الماتشات الكبيره هو اللي شايل الحمل. سجل في 3 نهائيات دوري ابطال افريقيا. يعني سجل في 3 نهائيات. عمرو السولية اتطور بشكل كبير جدا جدا. عايز اوري حضرتك برضو بعض الصور لعمرو السولية اللي بتبين دوره. الناس ممكن يعني ليه عمرو السولية افضل لاعب في البطوله يستحق يكون ينافس على افضل لاعب في البطوله. عمرو السولية ممكن بتمريره واحده يضرب خط كامل. بص ادي اول صوره معانا اول حاله معانا باس ده ثرو باس ده كدر بس خلي بالك ده واضح ده في اول مباراه بس انت بتضرب بتكسر 5 لعيبه بتمريره واحده. زي ما بنقول كده بيوزع بنبوني على زمايله عمرو السولية بالتمريرات دي. طبعا دي كان انفراد بنبوني. ماشي. عمرو السولية ادي تمريره ثانيه على فكره التمريره دي صعبه دي صعبه صعبه قوي دي دي, دي على فكره اللي جه منها ركله الجزاء للماتش في الماتش الاول لمصر قدام لبنان. بقول لك ايه تعرف ان الكرات لما بتفتكرها وانت كده قاعد وهي بقالها كتير تعرف ان ماتشات ان الكرات دي بتبقى حلوه قوي. طبعا يعني عارف يا كريم انا الكره دي انا فاكرها. ايوه الكره بتاعه الثرو باس اللي فات انا فاكره. معظم الثرو باسز اللي عملها عمرو السولية اثناء ال4-5 مباريات اللي اتلعبوا معظمهم تلاقيهم معلقين في الدماغ عشان متمتع بيهم. عشان متمتع بيهم. كمل اللي بعدها. دي ضربه الجزاء قدام لبنان هو اللي جابها. هو اللي لعب الكوره اللي جابها لاحمد فتوح. احمد فتوح عمل واحده واستلم. زيزو في الماتش الاخراني ده بس دي كانت جميله. دي برضو لمين؟ لعمر كمال. دي لعمر كمال ضربه الجزاء بتاعت عمر كمال في مباراه السودان. ومين اللي لعيبه مع عمرو السولية ضرب السولية. الفرقه كلها بتمريره طوليه. النهارده تطور رهيب على مستوى التمريرات. كمل هات الصوره اللي بعدها برضو هتلاقي نفس الفكره. دي ضربه الجزاء قدام الجزائر مين اللي جايبها؟ عمرو السولية. اذا عمرو السولية مساهم في 3 ضربات جزاء لمنتخب مصر. دي بعد كده برضو ده مستوى التسديدات اتطور كمان على مستوى المحاولات. تاني اكتر لاعب في المنتخب عامل محاولات على المرمى عمرو السولية بيشوط من اماكن بعيده. يعني نتمنى طبعا ان هو يسجل بكره بالتسديدات بتاعته دي. وعمل واحده جميله برضو لزيزو زي ما حضرتك قلت. لا كانت حلوه قوي بتاعت زيزو اللي هي اللي عملها اللي بالهيد في اخر ثانيه في الشوط الثاني. عملها بالهيد دي برضو لسه واحد واحد. ارقامه برضو يعني لعب 4 ماتشات هو تاني اكتر لاعب مشاركه مع بعد محمد الشناوي. اكتر 2 لعبوا حصل على رجل المباراه مرتين. احرز هدف ليه دور كبير جدا على مستوى الدفاعي ومستوى الهجومي. على مستوى الهجومي زي ما قلنا عامل 10 محاولات منهم 3 صح ومعدل قطع الكرات ليه طبعا غير التمريرات الطوليه اللي احنا شفناها. ومعدل قطع الكرات ليه قطع الكره 60 مره في البطوله ومعدل 15 مره في الماتش. فانت بتتكلم بتحكم على لاعب على المستوى الدفاعي هايل بيديك بيستعيد الكره الثانيه بشكل كويس جدا بيستخلص الكوره وبعدين بيلعب 6 وبيلعب 8 لما يعني حمدي فتحي لو بدا بكره هتلاقيه بيلعب 8 عمرو السولية. لو ما بداش بتلاقيه بيلعب 6 يعني بيلعب الحتتين. عنده شخصيه بيكمل جوه ال 18 بيزيد بيديك تمريرات طوليه. غير كل ده بقى حط شخصيه القائد في عمرو السولية. قبل ما نشيل الصوره دي تعرف انا اللي عاجبني في كل ده ايه؟ الصوره. ما هي الشخصيه بصراحه. ماتش الجزائر بعد ضربه الجزاء دي الصوره دي بالنسبه لي بتمثل عمرو السولية في كل الكلام اللي انت بتقوله بقى اللي هو الكلام الكبير بقى الحلو ده اللي هو الدور الدفاعي والهجومي والشخصيه. الصوره دي بتمثل لي انا او بتبين لي دي تقدر الصوره دي تقدر تعلم بيها اجيال شخصيه الاهلي شخصيه الاهلي وشخصيه اللاعب جوه النادي الاهلي وجوه منتخب مصر بيعمل ايه. وبالتالي انا بالنسبه لي الصوره دي مهمه جدا. كريم كيروش هيتحاسب على البطوله دي في العقد بتاعه؟ لا في العقد بتاعه لا. ماشي اللي بعده. يعني هو في العقد بتاعه لا. وكمان كاس الامم كمان هو مش ملتزم بيه كان هو يكسبها. يعني هو ملتزم بس بالصعود للمونديال. ولكن انا عايزه النقطه دي مهمه قوي يا كابتن اسلام احنا نوضحها عشان الجهاز الفني ما يحسش ان هو تحت الضغط. انا احساسي برضو ان الجهاز الفني تحت الضغط. في ايه بقى؟ طبعا من حق الجهاز الفني في البطوله دي احنا طبعا كنا بصراحه كنت اتمنى
ان البطوله دي تتلعب بمنتخب الاولمبي متطعمين ببعض اللاعبين والدوري يكمل عشان نعمل زي السعوديه عملت، ولكن خلاص كان في التزام واضح ان هم بيلعبوا ان يلعبوا باللعيبه المحليين بعيد عن المحترفين، وبالتالي هو خد بعض الاسماء اللي هو حاب ان هو يديها فرصه الاحتكاك وفرصه ان تكتسب خبرات جديده بعيدا عن الدوري المحلي، ان في لعيبه طبعا ما بتلعبش في افريقيا لان انديتها صعب ان هي تصعد لدوري الابطال او يصعدوا للكونفدراليه في ظل وجود الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري لحد ما هي الانديه بتمثل مصر في السنوات الاخيره. وبالتالي بعض اللعيبه شفنا احمد رفعت مقدم بطوله جيده، لاعب مروان داوود مقدم برضه بطوله جيده، في اسماء بدات تطلع، عمر كمال برضه مقدم بطوله جيده، بعض الاسماء حسين فيصل برضه مقدم بطوله مقبوله، يعني حسين فيصل مقدم اداء كويس، لكن امانه برضه امانه في الوقت الحالي ما يسواش خالص 50 مليون اللي انا سمعتهم من نادي سموحه، بصراحه كان رقم خزعبلي شويه، بس اوكي انا متفاهم ده. لكن نقطه مهمه بقى للجهاز الفني ان هو برضه لازم يدينا الايحاء ان هو بص للبطوله ان هي عاديه، يعني برضو ساعات بحس ان الضغط العصبي اللي على الدكه والفرحه بالاهداف بتبقى يعني اوفر شويه، بتدي الناس الايحاء ان احنا نحاسبك عليها، فاهمني؟ يعني النهارده وانا بلعب بطوله وبجرب لعيبه خلاص اوكي نجحوا نجحوا ما نجحوش ادينا اكتسبنا بعض الخبرات، لكن برضو انا عايز الجهاز الفني يبقى في تعامله مع الاهداف وتعامله مع الفرص وتعامله مع الامور مش زاد على اللزوم عشان يتساوى مع الكلام اللي احنا سمعناه في الاول في القايمه ان احنا يا جماعه واخد يعني بنلعب بعض التجارب عشان نزود خبرات بعض اللاعبين اللي ما بيلعبوش هذه النوعيه من المباريات. بس اكيد مليون في الميه الجهاز الفني لن يحاسب على هذه البطوله سواء كان حتى المنتخب كسبها او ما كسبهاش، لكن ما زلت شايف ان ارقام كيروش مع المنتخب المصري ارقام جيده، بنتكلم على لعب 8 مباريات كسب 6 اتعادل 2 ما خسرش خالص، احرز 18 هدف استقبل 5 اهداف وطلعنا كلين شيت، الشباك نظيفه في 4 مباريات، وكمان فوق يعني بعيدا عن الامور الفنيه يا كابتن اسلام انا مبسوط من الحاله الفنيه والنفسيه اللي فيها اللاعبين، فعلا شايفين راجل كان ماسك في يوم من الايام ريال مدريد وكان مساعد لأليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد، فبالتالي في رهبه من الراجل، كمان الراجل واضح جدا هو متمسك بافكاره، يعني ما زلت بختلف معاه تماما في موضوع مروان حمدي، لكن هو راجل مستمر واضح هو مقتنع بالطريقه وبالتكتيك اللي بيلعب بيها. طيب خلينا ناخد كريم وثابت مع الشاطر، علي بوبو بيقول نتمنى الشناوي عمر كمال حجازي الونش فتوح اكرم السولية قفشه رفعت زيزو شريف، بس كروش مش هيعمل كده. طيب كروش مش هيعمل كده ماشي. محمود شكري هل سيبدا كروش بالتشكيل اللي فنش بيه مباراه الاردن؟ هو اعتقد التشكيل يعني اعتقد عرفناه منذ قليل اعتقد يعني. طيب هنقوله دلوقتي هنسمع من الناس وبعد كده احنا نقوله ما تقوموا بقى على السبوره تقولوا. شادي احمد بتقول منورين جاد الونش ياسين فتوح على اعتبار ان الشناوي مش هيكون مثلا بس اوكي. فيصل السولية اكرم قفشه مروان بدلاء كذا طبعا ممكن ما يبداش بالشناوي حجازي حمدي خوفا من فقدانهم في وسط المباراه بسبب الاصابه، انا شخصيا اتمنى كده الحقيقه. محمد فتحي بيقول اللي اتوقعه او اللي اتمناه شناوي فتوح حجازي ونش اكرم سولية حمدي رفعت قفشه مصطفى فتحي شريف. احمد عبد الرازق الماجيكو كان هو ليه شكوى، حاضر هشوف لك الشكوى واقول لك عليها حاضر. الماجيكو بيقول الشناوي الونش احمد ياسين حمدي فتحي اكرم توفيق ابو الفتوح قفشه سولية مروان شريف زيزو. دول كتير قوي بس ماشي. ابعتوا لنا كل التشكيل اللي حضراتكم شايفين ان كارلوس كيروش يستطيع ان هو يبدا بيه، او من وجهه نظركم ما هو التشكيل الامثل لمنتخبنا الوطني في مواجهه منتخب تونس في نصف نهائي بطوله كاس العرب. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الاسئله وناخد على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، رجعنا للسبوره بقى او اسمها ايه؟ سبوره؟ شاشه ماشي. انا قديم شويه يعني. انا قديم.
رجعنا للشاشه مره ثانيه. نبدا بمنتخبنا الوطني ولا منتخب تونس؟ نبدا بمنتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني نبدا بمنتخبنا الوطني. طبيعي الناس يعني ليله الماتش كل الناس بتفكر في توقعات التشكيل عشان نحسم يعني حته بنسبه 99%. يعني زملائنا في موقع يلا كوره قدروا انهم يتحصلوا على التشكيل اللي هيلعب بيه منتخب مصر بكره، ونقدر نتناقش عليه. هو بنسبه كبيره هو ده اللي كيروش اختاره لمباراه بكره. محمد الشناوي في حراسه المرمى عادي جدا. احمد حجازي بيعود لخط دفاع منتخب مصر بعد ما اخذ موافقه طبيه من الجهاز الطبي انه يلعب، وبالتالي الثنائيه بكره احمد حجازي والوينش وهي ثنائيه جيده. ثنائيه جيده جدا. نعم. واحمد فتوح في الباك الشمال، واكرم توفيق بيعود لمركز الباك اليمين. تمام. مره اخرى خط الوسط بيخش ثنائيه النادي الاهلي وهي عمرو السوليه وحمدي فتحي، بيكونوا ثنائي في خط الوسط، وقدامهم محمد مجدي قفشه كصانع لعب. حسين فيصل في وجود مجدي قفشه هيتجه للعب في الجهه اليسرى، وزيزو هيلعب في الجهه اليمنى. ونيجي عند المركز اللي محل طبعا جدل كبير في الايام الاخيره، المهاجم الصريح، وهيظل كيروش مقتنع ومؤمن بيه انه يبدا بمروان حمدي عن انه يبدا بمحمد شريف ويلعب بنفس الاستايل. الفكره طبعا كيروش حر تماما في اختيار اللاعبين واختيار الاسماء اللي تحقق له التارجت. احنا اختلافنا بس في حاجه واحده، ان انت بتلعب بمروان حمدي وبتجبرنا ان احنا نلعب مضطرين على الكرات العرضيه. ليه؟ لان منتخب مصر في الخط الامامي زيزو مش لعيب هيدر، حسين فيصل مش لعيب هيدر، ومجدي قفشه مش لعيب هيدر. فبالتالي احنا واحنا بنهاجم وبالتالي احنا عندنا اتنين وينجات على كل طرف، بنضطر ان احنا نلعب كرات عرضيه كتير. بس المشكله لما هتبان لنا واحنا على البورد دلوقتي، لما احمد يرسم تشكيل منتخب تونس هنلاقي ان مروان حمدي لوحده دايما في منطقه الجزاء، وبالتالي لما تلعب كره عرضيه او تلعب كروس لمهاجم واحد قصاد اتليست ثلاث لاعبين من منتخب تونس، هنتكلم على اثنين مساكين واكيد واحد من خط الوسط هيرجع ورا في الكرات العرضيه ويغطي، هيدي له نفس الشكل اللي احنا شفناه في ماتش الجزائر كابتن اسلام في الشوط الاول. احنا كنا فعلا الشوط الاول قدام الجزائر كان يعني واحد من الشوط الاول قدام الجزائر والشوط الاول قدام الاردن، كنا دول اسوأ شوطين لينا. ما عندناش اي انياب هجوميه. ليه؟ احنا بنلعب تكتيك غلط، تكتيك لا يناسب الخطه اللي احنا بنلعب. معلش في حاجه برضو انا عايز اقولها، لانه الهدف اللي احرزه مروان نعم من الاوفر بتاع زيزو زيزو نعم ده خيره كلام على كلامك. ليه؟ نعم. لانه هو ايه اللي خلى مروان يروح يجيب الجون؟ اي طلوع حسين فيصل او دخول حسين فيصل، تقريبا كان حسين فيصل مهاجم تاني مع السيرد باك الثاني، وبالتالي او مع الاستوبر الثاني، وبالتالي خد عينه فخلى مروان يبقى جاي في الفاضي. وزيزو انا بقول لك واحد من افضل الناس اللي بتعمل اوفرات. صحيح هايل. صحيح. بيعملها وهو واقف في ناحيه اليمين. بيعملها وهو واقف ويعمل تحت رجله وهو بيجري وبيعمل بيعملها 10 على 10. وبالتالي ده كلام مظبوط 100% بدليل اللي حصل في الهدف بتاع الاردن. ووضعا في الاعتبار يا كابتن برضو بكل امانه، يعني نقولها بكل امانه، ان الهدف كان فيه نسبه توفيق كتيره، في نسبه توفيق ولكن كتيرة التحرك بصراحة. انا بتكلم عن التحرك، مش مختلف والله، بس نسبه التوفيق كانت عاليه جدا عند مروان. الكوره لما نزلت فعلا يعني كانت شبه ان هي نزلت على راسه اكتر ما هو راح لها، وبالتالي انا ما اقدرش يعني اقعد 45 دقيقه مستني التوفيق يساندني عشان اتعادل. كان فعلا محمد الشناوي تصدى الكرتين لمنتخب الاردن، لو كانت النتيجه في وجهه نظري راحت ل 2-0 حول نتيجه الماتش بالظبط، كنا هنخش في معضله كبيره. فالتوفيق كان الحمد لله مساندنا. فربما كيروش يكون بيقول اوكي انا ابدا بالمهاجم الاقل شويه، عن طبعا اكيد محمد شريف كمهاجم هياخد درجه اعلى من مروان حمدي، وبالتالي لما مروان يهدي لي دفاع المنافسين ينزل محمد شريف وهم مهدودين في الشوط الثاني بالظبط فيخلص لي الماتش. اوكي ده وجهه نظر منطقيه في بعض دي الاحيان، دي مدرسه كيروش. لكن في بعض الاحيان ممكن ما تمشيش الدنيا معاك، لان انت بتلعب ريسك 45 دقيقه الاولى، ما بتلعبش ريسك 45 دقيقه الثانيه، لا انت بتريسك في ال 45 دقيقه. فهو ده بس الاختلاف مع كيروش. لكن بخلاف كيروش عايز اقول لك على حاجه هنا كريم برضو. قبل بس ما تقول على حاجه، عايز اقول لك على حاجه عند اصدقائنا في يلا كوره كاتبين كاف يعلن حكام بطوله كاس الامم الافريقيه.
حكام مصريين في كاس، خمس حكام مصريين في كاس، عشان كان حد فيكم بيسال ما فين الحكام المصريين، ففي خمس حكام مصريين في كاس الامم الافريقيه: امين عمر، كابتن امين عمر حكم للساحه، كابتن محمود البنا حكم للساحه، كابتن محمود عاشور حكم فار، كابتن محمود ابو رجال حكم فيديو مساعد، كابتن احمد حسام طه حكم مساعد. يعني برضو يعني اثنين حكام ساحه، امين عمر، كابتن امين عمر وكابتن محمود البنا. كويس ان محمود البنا دخل، واحد من افضل الحكام في مصر بصراحه، يستاهل فرصه اكبر. يعني بمناسبه يعني ان احنا كنا بنتكلم عن التحكيم، احنا مع التحكيم ونتمنى ان التحكيم يتطور في الفتره الجايه. انا بس عايز اقول بالنسبه لمنتخب مصر، كابتن ممكن يطلع دلوقتي يقول لك يا جماعه احنا عندنا خمسه، فانا بقول قبل ما ممكن يطلع بكره. قفشه اعتقد ان هو هيبقى ارتكاز ثالث، اعتقد ان حمدي فتحي، لان طريقه لعب كروش 4-3-3، فحمدي فتحي هو 6 وعمرو السوليه دايما بيلعب ناحيه اليمين، وقفشة هو اللي ناحية الشمال. ممكن برضو فكره ان هو عايز يعمل لان خطورة تونس في الاطراف، فعايز يعمل كثافة عددية في وسط الملعب، زيزو يأمن جبهة يوسف المساكني ومعلول او بن حميدة يرجع ورا مع اكرم توفيق، وكذلك برضو حسين فيصل عنده جبهة قوية جدا مع محمد درجر، صراع بدني رهيب بكرة. لو استعرضنا تشكيل تونس المتوقع بكرة، طبعا في حراسة المرمى المعز حسن، الاثنين المساكين، خلينا ماشي، الاثنين المساكين منتصر، الاثنين المساكين منتصر الطلبي وياسين مرياح. طبعا منتصر الطلبي ده راجع بيلعب في روبن كازان الروسي، وياسين مرياح في العين الاماراتي، برضو عشان كل لاعب نكون عارفين النادي بتاعه. محمد درجر بيلعب في نوتنغهام فورست الانجليزي. الباك ليفت يا اما علي معلول يا اما محمد امين بن حميده، ده بيلعب في الترجي، وعلي معلول طبعا في النادي الاهلي. الاثنين الارتكاز فرجاني ساسي و محمد علي بن رمضان او جيلان الشعلالي، دول الاثنين الارتكاز بتاع تونس. حنا بعل المشبري لعيب صانع العاب مانشستر يونايتد الانجليزي، طبعا عنده 18 سنه ولعيب واحد من احسن اللعيبه الصاعده في تونس، حنا بعل اللي هو صانع الالعاب. نيجي بقى لاغلى لاعب في القيمه التسويقيه، وهو نعيم السليتي بيلعب في الاتفاق السعودي، عنده 29 سنه، قيمته التسويقيه كابتن اسلام 7.5 مليون يورو. اغلى لاعب في الملعب بكره. احنا عندنا اغلى لاعب احمد حجازي 4 مليون يورو، هم عندهم نعيم السليتي لوحده 7.5 مليون يورو. اللي موجودين يعني عشان اللي موجودين محمد صلاح طبعا. يوسف المساكني ناحيه الشمال، يوسف المساكني ده لعيب حريف قوي وخطير جدا، واحد من احرف اللعيبه اللي في افريقيا اصلا، بيلعب في العربي القطري، 31 سنه، وقدام سيف الدين الجزيري، وهيبقى طبعا بديله ياسين الشيخاوي هو المهاجم البديل بتاعه. طريقه تونس 4-2-3-1. اقول لك رقم بس قبل ما تكمل، مانشستر سيتي كسبان ليدز كام؟ 6-7 كويس. سبعة. كنا كسبين 4 في شوط، فحلو قوي. عاملين سيرك 4-2-3-1. طريقه لعبهم ايه او اسلوب لعبهم ايه؟ هم بيعتمدوا على الجبهات دايما. الاسلوب لعب التوانسه حتى في الترجي التونسي بيعتمد على الجبهات. يعني ايه جبهات؟ بيخلق موقف 2-1، دايما بيبقى فيه موقف، محمد درجر دايما بيتقدم لقدام، بيعمل دايما نعيم السليتي بيخش لجوه، محمد درجر بيزيد. كذلك هنا هو مستني علي معلول ليه؟ لانه عنده عمليه الزياده مع يوسف المساكني اللي دايما بيخش للعمق، وبرضه بيروح عليهم حنا بعل المشبري عشان يعملوا جبهه. دايما تونس بتجمع اللعب في جنب بعدين ينقلوه ناحيه اليمين ويعمل لك العرضيه. تونس عامله 92 عرضيه في البطوله، رقم برضه كبير، وبيأكد ان هم خطورتهم على الاطراف، مهم جدا بكره تقفل الاطراف. فانت هتلعب بثلاثة ارتكاز، اعتقد ان دي ممكن تكون مناسبه ليها، وممكن يكون اختيار زيزو عشان يقفل جبهه اللي هي يوسف المساكني ومحمد علي بن حميده او علي معلول لو بدا. الناحيه الثانيه انا بصراحه شايف اللعيبه المميزه قوي فيها اللي لفت نظري في البطوله، محمد درجر الباك اليمين بيلعب في نوتنغهام فورست، لعيب قوي جدا بدنيا وسريع وبيكمل، احسن لاعب في ماتش عمان، وشويط بيزيد وبيجيب، يعني لعيب هجومي بحت. الناحيه الثانيه برضو علي معلول لو بدا، انا شايف ان محمد امين بن حميده لعيب كويس، بس طبعا ما يجيش زي معلول، يعني معلول احسن منه بكتير. اصلا مس يعني اعتقد بيلعب مساك، ممكن يتم توظيفه او ينزل بيلعب كمساك ثالث مع في الترجي. برضو اللعيب نعيم السليتي زي ما الكابتن اسلام قال، لعيب حريف جدا ولعيب صراحه وجهه نظري افضل لاعب في المنتخب التونسي نعيم السليتي. انا اتمنى يروح يلعب الناحيه الثانيه على اكرم بصراحه، لان هيبقى على احمد فتوح صعب شويه، وحسين فيصل برضو هيرجع يدافع معاه وقفشه، يعني هيبقى دي الجبهه. يعني دي الثلاثة الحقيقة يعني، ولا حسين ولا أحمد أبو الفتوح ولا قفشة قدرات دفاعية عالية، قدرات دفاعية عالية. يعني وجهة نظري إن هو لو لعب الناحية الثانية يعني طبعا هو برضه يوسف المساكني ده برضه لعيب حريف قوي. لا يوسف المساكني لا يوسف طبعا لعيب حريف، لعيب جامد وكل حاجة، ولكن نعيم هو المحرك الرئيسي. صح
خلي بالك يوسف بيتعب ويعني خبرته واضحه يعني بيعرف يقف امتى وبيعرف يتعب. لكن نعيم حريف قوي وما ننساش برضو سيف الجزيري هداف البطوله سيف الجزيري يعني طبعا عامل 3 3 اكيد هيبقى فاهمه فهيفضل ماشي كويس بس الاثنين الاطراف الجناحين خطيرين جدا بكره بتلاعب فرقه احنا ميزتنا في الدفاع احنا ميزه مصر الثبات الموجود من ايام الاولمبياد في الدفاع حتى مع كابتن شوقي غريب حجازي والونش والشناوي واكرم واحمد فتوح يعني الاربعه دول كانوا بيلعبوا دايما حتى في الاولمبياد لعبوا مع بعض فحافظين بعض وزودت عليهم انت عندك انا شايف ان اقوى خط وسط في البطوله خط وسط مصر حمدي فتحي والسوليه وداخل معاهم قفشه فانت دي ميزتك لكن انت مشكلتك في الحلول الهجوميه عكس تونس تعال نشوف كريم هجوم تونس خلينا نبدا بالبيلد اب الاول ونشوف واحده من المشاكل اللي عند المنتخب التونسي كابتن اسلام اللي وضحت في دور المجموعات وتداركوها في ماتش عمان منتخب تونس من بدايه البطوله بيحاول يلعب نفس البيلد اب بتاع تيكي تاكا وجوارديولا وبرشلونه وان انا ابدا برشلونه زمان يعني مش برشلونه دلوقتي ان انا ابدا الكوره يا اخي ما تقولش انا فرحان قوي اصل انا بحب ريال مدريد جدا ان انا ابدا الكوره من عند حارس المرمى طبعا كان عندهم ازمه في اول ماتشين ان فاروق مصطفى حارس الترجي اللي احنا عارفينه طبعا كان هو الحارس وطبعا ارتكب كم هائل من الكوارث في اول مباراتين وبالتالي بعد الكوارث اللي ارتكبها والامانه هو وفرجاني يعني اكتر اثنين تم انتقادهم من الاعلام التونسي في اول ماتشين للمنتخب التونسي كان فاروق مصطفى حارس المرمى وفرجاني ساسي فرجاني ساسي فعلا سيء لاقصى درجه في البطوله الحاليه وبالتالي الكره اللي احنا قدامنا دي اللي احنا شايفينها كان فاروق مصطفى فنيا يعني الكره في نص الملعب دي كان من مباراه تونس وسوريا فرجاني ساسي هو اللي معاه الكره هنا هوب لاعب منتخب التونسي وشوف هنا لعيبه سوريا واخده اوردر بالضغط على طول على المنتخب التونسي في نص ملعبه عاملين ستاره وحجبوا عارفين المنتخب التونسي مش هيلعب الكره الطوليه لا هيلعب كره على الارض وحتى لعيبه تونس يعني بيستقبلوا الكره من داخل منطقه الجزاء وقفوا لهم بره منطقه الجزاء واول ما الكره راحت لفرجاني اللي احنا ده فرجاني ساسي فرجاني اول ما الكوره استلمها هوب على طول تم الضغط لا نرجع معلش الصوره الاولى خالص اللي كانت قبل دي عشان ايوه بالظبط فرجاني هنا دي ده فرجاني ساسي نجيب الصوره تاني لا التاني احنا واقفين عندها بالظبط تم الضغط عليه وتم استخلاص منه الكوره وعلى طول اول ما الكوره اتاخدت لاعب سوريا شاط وجاب الهدف نروح ل واحده من المشاكل الاخرى عند المنتخب التونسي ونمشي بالظبط نفس الفكره لعيبه المنتخب التونسي هنا نبص على سوء التمركز قدام رغم ان كان طبعا في اللعبه دي المنتخب التونسي كان بيلعب ب 10 لاعبين بسبب الطرد اللي حصل في نهايه الشوط الاول ولكن في وجهه نظري الشخصيه الطرد ملوش علاقه خالص بسوء التمركز لان احنا بنشوف هنا في مساحه فاضيه خالص قدام منطقه الجزاء وفي صوره ثانيه ممكن نجيبها قبل الصوره دي في لعبة الهدف الثاني للمنتخب السوري الصورة الثانية كانت بتوضح ان المنتخب السوري بيفضي تماما المساحة لمنطقة الجزاء ولاعيبة تونس بكل سذاجة بدأوا يضغطوا على حامل الكورة ويبعدوا تماما عن فكرة حماية اللاعب اللي جاي من نص الملعب برضو دي نفس الكورة برضو هجمة شبيهة ليها تخيل كابتن اسلام الدفاع التونسي وخط الوسط اتضرب بكرة واحدة مريرة واحدة من هنا اهو وصلت اللاعب ده للمنطقة دي وداخل منطقة الجزاء بتمريرة واحدة اتضربوا خطين اتضربوا بتمريرة واحدة بس من المنتخب السوري اللي فعلا قدم واحدة من أحسن مباريات له في البطولة هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل أخير وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم أكتر عن أو تفصيليا أكتر عن منتخب مصر ومنتخب تونس اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين اتفضل يا كريم نكمل كلامنا تفصيليا اكتر عن منتخبنا الوطني ومنتخب تونس كنت بتكلم عن نقاط الضعف في المنتخب التونسي والصوره اللي قدامنا دي هي دي اللي كنت بتكلم عليها قبل الفاصل ازاي سوء التمركز قدام منطقه جزاء تونس هنا تونس بتلعب في الشوط الثاني مطلوب منها لعيب وصحيح بيلعبوا ب 10 ولكن في سوء تمركز يعني هنا باع المجبري في الكوره دي تخطيطه سيئه جدا هو المفروض كبلاي ميكر كان لازم يروح للاعب الفاضي ده كان لازم ما يروحش يضغط على اللاعب اللي قدام فيه يعني زحمه جدا جدا هنا اهو ساب خالص
اللاعب الخالي من الرقابه ده، وبالتالي في الصوره اللي بعديها خد الكوره وشاطها وجاب الهدف الثاني في فاروق مصطفى اللي انا قلت كان برده واحد من مشاكل المنتخب التونسي في اول مباراتين قبل ما يتم تبديله بالمعز حسن الحارس مرمى النادي الافريقي. هنهي كلامي وهنهي تحليلي بنقطتين مهمين لازم نعرفهم، ان المنتخب التونسي تحت الضغط الاعلامي والجماهيري في تونس. منذر الكبير المدرب الفني بيتم يعني انتقاده في كل شيء، ان هناك الاعلام مش عاجبه الشكل المنتخب معاه كمان حسام البدري بتاعهم يعني حاجه زي كده بالظبط. الحاجه الثانيه ان حالة بعد المجبري اللي احنا بنتكلم عليه كتير، الولد الصغير اللي عنده 18 سنه اللي هو اللي احنا هنعمل عليه سبوت لايت دلوقتي، ده ولد صغير في السن 18 سنه بيلعب في نادي مانشستر يونايتد بي، وكان سولشاير خده في احد المباريات اداله 10 دقائق كده قدام برايتون بالظبط. هو ده هنلاقي شعره كثيف بكره ان شاء الله، ده رقم 10 في الفريق، واخد التيشيرت رقم 10 من الكبار كلهم. وبالتالي بعض او الكثير من الجماهير التونسيه شايفه ان في اثنين لعيبه من الكبار وهما بالتحديد فرجاني ساسي ويوسف المساكني ما بيساعدوش الولد في الملعب وبيتعمدوا عدم التمريره. فالمنتخب التونسي في مشاكل كتيره، في مشاكل نفسيه ومعنويه سواء ما بين اللاعبين او حتى عند الجهاز الفني، وعدم تقبل اسلوب لعب الفريق. وبالفعل حتى الهزيمه من سوريا كانت يعني ضخمه للمنتخب السوري، طبعا منتخب مجتهد وكل شيء، ولكن كامكانيات استحاله يتم مقارنته بالمنتخب التونسي. قبل ما يتم بقى ان الفريق يقف على رجله بعد الضغط اللي تعرض له قدام الامارات، يكسب الامارات 1-0 وبعد كده يكسب عمان بصعوبه 2-1، المنتخب العماني قدم مباراه جيده. فاتمنى ان شاء الله ان احنا بكره نحاول برده نستغل الامور النفسيه السيئه والسلبيه عن المنتخب التونسي، ونحاول على قد ما نقدر بقى عشان احمد ما يشرح نلعب بنفس اسلوب المنتخب السوري، ما نلعبش على الاطراف كتير، ما نلعبش كرات عرضيه كتير. لو لعبنا عرضيات على تونس هنسهل لهم الامر، لا، تونس محتاجه ان احنا نلعبها على الارض ونضغط عليها بهاي لاين من نص ملعب. يلا اتفضل. هنتكلم اول حاجه على تونس مقسمينها الحالات الهجوميه والحالات الدفاعيه. تعال نشوف تونس بتهاجم ازاي وتجميع اللعب بتاعهم. هم زي ما احنا شايفين عاملين المثلث دايما حنبعل المجبري رايح معاهم كصانع العاب مع يوسف المساكني مع محمد علي بن حميد، ادي ثلاثه. الهجمه بدات منين؟ ده الهدف اللي جابوه في اخر ماتش من الشمال. اتجمعت وراحت فين؟ ناحيه اليمين، دايما عندهم نعيم السليتي، ومين اللي بيجري في ظهره؟ محمد دراجر. دايما الباك بيعمل الاوفرلاب، فالنهارده ابو الفتوح لو موجود لازم يخلي باله ان لازم الجناح يرجع معاه، ولازم قفشه يرجع معاه، لان دايما موقف 2-1، دي خطوره تونس، الاطراف مهمه جدا، يعني نعيم السليتي هو بيجمع اللعب، لعبها الناحيه الثانيه لحنبعل، حنبعل لعبها ليه محمد علي بن حميده، بص بقى هم يعني خطرتهم في العرضيات والطرفين، بص 1-2-3-4-5، شوف الزيادة العددية داخل منطقة الجزاء، محمد علي بن حميدة بيعمل الكروس، في 5 جوه منطقة الجزاء، فهم خطورتهم في الأطراف والعرضيات، متدربين صح، أنا هجمع اللعب في جنب، هنقله على الجبهة الثانية، هعمل العرضيات، بيجي زيادة اللي هم الارتكاز، يعني فرجاني ساسي موجود، سيف الجزيري موجود، نعيم السليتي موجود، المساكني موجود، حتى دراجر الباك رايت موجود جوه المنطقة. دراجر ده ميزته ان هو بيكمل لجوه، وطبعا سيف الدين الجزيري بيسجل بالهيد بتاعه، فده دي خطوره تونس، ده اسلوب تنظيم الهجمه عندهم، تجميع اللعب في جنب، ده اسلوب لعب حتى الترجي، كانوا بيجمعوا اللعب في جنب ينقلوه الناحيه الثانيه، يعملوا عرضيات كثافه عدديه جوه منطقه الجزاء من خلال عمليه الزياده، اذا لازم نمنع الخطر من اوله ونمنع العرضيه من بدايتها، عشان كده عوده علي معلول بكره لو رجع هتفرق معاهم كتير. علي معلول مع يوسف المساكني في جنب هتبقى جبهه قويه جدا علينا. لكن اكرم توفيق ان شاء الله قدها يعني اهم حاجه يكونوا الاثنين بالراحه على بعض سواء معلول او اكرم عندنا عندنا سوبر وعندنا كاس عالم. نخش بقى على الحالات الدفاعيه. انا شايف ان مشكله تونس ان هي ما فيهاش ارتكاز دفاعي. فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، جيلال الشعلالي، ما فيش لعيب. بص ادي 1-2-3-4-5-6-7، شوف منطقه الزون 14 اللي بنسميها اللي هي المساحه اللي ورا الارتكاز، بص مفيش حد بيضغط. شوف عددهم قد ايه. بكره سلاح التسديد من بره المنطقه في الزون 14 محمد مجدي قفشه لازم يستغلها، عشان كده قلت لك يا كريم انا شايف ان قفشه دوره مهم جدا بكره، لازم نستغل قفشه في الضغط على وسط الملعب ويستغل مساحه الزون 14. ادي ساسي اهو تم الضغط عليه، وبعد ما الضغط عليه الشاطط في المساحه اللي هي ورا ثنائي الارتكاز اللي بنسميها منطقه الزون 14 اللي هي ورا ثنائي الارتكاز، نفس مشكله ساسي لما كان في الزمالك. فدي مشكلة تونس اللي هي المساحة دي اللي هي دي اللي هي التسديد من بره منطقة الجزاء. تونس دخل فيها 3 أهداف من بره المنطقة تسديدات، هدفين
ادي هدف هدفين في مباراه سوريا زي ما احنا شايفينها، وهدف في المباراه الاخيره. بس المباراه الاخيره كان فاول. الهدف الاولاني، الهدف اللي في المباراه الاولانيه اللي دخل فيه موريتانيا. ودي ده سوريا. ادي الهدفين من سوريا منين؟ من تسديده من بره المنطقه، فدي واضحه يعني تسديده دي المنطقه. دي اهم نقاط القوه والضعف في المنتخب التونسي اللي هي الزون 14. مهم جدا ان انت بكره تشوط من بره المنطقه. عمرو السوليه لازم يجرب يسدد، لازم حسين فيصل يجرب، لازم قفشه تحديدا بكره هو الدور، لازم يكون له دور كافي. انت يا كروش بتلعب 4-3-3 ولكن لازم والكره معانا، لازم قفشه يزيد كصانع العاب في الحته دي بالذات، لازم التسديد من الحته دي مهمه جدا، دي اكبر نقطه ضعف لتونس. برضه عندهم بلال العيفه اللي هو المساك اللي بيلعب، اللي هو في المدافع الافريقي، مدافع بطيء، عشان كده بكره منتصر الطلبي قد هو اللي يبدا. انا برشح ان منتصر الطلبي هيبدا جنب ياسين مرياح عشان يدوا نوع من العمق، والمشاكل الدفاعيه تدارى شويه عندهم. عندهم مشكله في حراسه المرمى واضحه، فروبن مصطفى والمعز حسن في التسديدات. المعز احسن شويه، بس الاثنين عندهم نفس المشكله، دخل برضه فيهم اهداف من تسديدات. بس الهدف بتاع الهدف اللي في الماتش الاخير كان بس كانت صعبه. لا صعبة. ماشي، بس من تسديده برضه، يعني من تسديده من خارج المنطقه. اذا دخل فيهم ثلاث اهداف من تسديده من نفس الحته اللي هي الزون 14 دي. فاحنا لو جبنا، لو في لو الصوره معانا اللي هي التسديده اللي من بره المنطقه برضه نفس الكلام، يعني نفس الفكره برضه، تسديده من بره المنطقه. اذا لازم تسدد، لازم برضه تستغل المساحه الموجوده ورا محمد علي بن حميده اللي هو الباك ليفت. لو بدا هو علي معلول برضه ممكن اصل ممكن المباراه بكره تمتد لاشواط اضافيه. صحيح. فممكن يكون المدرب ده يخزن اوراق، يعني انا شايف ان ممكن كروش مخزن محمد شريف، مخزن مصطفى فتحي، مدرب تونس مخزن ياسين الشخاوي، مخزن علي معلول قد يخزنه، يخزن برضه، يعني عنده اوراق رابحه كتير. صحيح. فهنا في اوراق وهنا في اوراق، فالمباراه بكره قد تمتد لل 120 دقيقه. عشان كده كل مدرب هيحسبها، هحسبها ان انا هحط مين اوراق بديله على الدكه، اقدر اغير ايه، اقدر انظم المباراه ازاي. لكن انا شايف سلاح الفوز بكره ان انت تستغل منطقه الزون 14 عندهم من خلال التسديدات عمرو السوليه وقفشه، تضغط على ساسي ومحمد علي بن رمضان او جيلاني الشعلالي، ما تديهمش الفرصه ان هم يحضروا، تمنع العرضيات بتاعه تونس لان خطورتهم في الاطراف والاوفرلاب والزياده، موقف 2-1 اللي بيعملوه على الاطراف ده مهم جدا ان انت تمنعه. عموما كل التوفيق والامنيات الطيبه لمنتخبنا الوطني بكره. نتيجه متوقع؟ اتوقع النتيجه كده كده ان شاء الله 1-0. 1-0 يا ريت احمد. يعني ممكن 2-1 لمصر برضه. 2-1 و1-0 او ركلات ترجيح بقى، او ركلات ترجيح، او 1-1. بس احنا توقعنا ماتش الاهلي وسموحه صح، احنا قلنا فوز الاهلي والاهلي كسب يا راجل. عموما اتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. انا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معانا النهارده. شكرا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره مباراه منتخبنا الوطني مع المنتخب التونسي هتكون في تمام الساعه 5 ان شاء الله، اكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 10 عشان نقول لحضراتكم ان شاء الله نكون مبسوطين وفرحانين بوصول منتخبنا الوطني الى نهائي بطوله كاس العرب. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله اشوفكم بكره.